مساكم الله بالخير اعزائي المشاهدين، يا اهلا ومرحبا فيكم في لقاء جديد يجمعنا من خلال شاشه تلفزيون الشاهد. مسي عليكم بالخير وعلى كل من انضم لنا لمتابعه حلقه الليله من برنامج وسع صدرك. هي قصيده لفهد برسلي، يقول فيها، وانا بصحح مفهوم بس، يعني ان هي استخدمت اكثر من مره على مر التاريخ، استخدمت من وفاه فهد برسلي رحمه الله عليه في سنه 1960، وتستخدم هذه القصيده في اغراضها وغير اغراضها. يقول فيها ومعروفه للكل، يقول الدار جارت ما عليها شافه، والحر فيها شايف معافه، دار انتكاثر صدها وانصدت عاداتها عقب القبول انكافة، دار لغير عيالها مشكورة، واللبنها تلعن أبو أسلافها. يقول دار شو وصفها عجوز شمطة، هماس تمناعة حلافة، تغذي عيال الناس وتداويهم، وعيالها لعيونهم خطافة، مثل الحمامة فرخها في البيضة، عند طيرانة تنكرة وتعافى، دار يعيش بها الغريب منعم، وتعيش فيها أم أحمد العتشافة. في مذكرات أو مو مذكرات، في شرح الله يرحمه عبد العزيز حسين رائد التنوير في الكويت، في أحاديث وروايات عبد الرحمن ضويحي شاعر الكويت، وهو أول من دون الشعر على شكل ديوان، لما جمع قصائد حمود الناصر البدر، حتى عبد المحسن الرفاعي مع أنه كان يعني قريب منه بالعمر، وفهد برسلي والمغلوث، بينوا هؤلاء، يعني هذين الاثنين، يعني عبد العزيز حسين رحمة الله عليه وعبد الرحمن ضويحي، بينوا أن هذه القصيدة ما كان المقصود فيها الكويت ككيان أبدا. أنا قلتها بعد قبل 7 أشهر وكنت حمقان في المقدمة، فقلت استشهدت في بعض أبيات هذه القصيدة وأشرت أنه هو قصد دار بمعنى بيت، وكان هذا البيت في جبلة، وما اقدر اكمل لان راح ينزعلون وايد ناس، احنا صايرين حساسين هالايام، لو يطوف واحد اشاره بلندن كويتي يقول لك اساء الكويتيين، شلون ما ادري يعني، واحد بمصر يرتكب حماقه، كويتي مسافر مصر يرتكب حماقه في شارع في مصر، فتطلع وسائل الاعلام اساء الكويتيين، هذا يمثل نفسه بالنهايه. لكن احنا الحين عندنا عقده ان لو واحد قبيله قوامها 90,000 وما لها بوتقة ولا لها حكم مدني، قبيلة تتشابه في الاسم الأخير فقط، لو واحد منهم اليوم يسوي شيء تعال شوف هالقبيلة فيها وما فيها ويش عليها. فما أحب أقول، يعني أقول جبلة، عاد أهل جبلة بيزعلون كيفهم، وأعتقد أهل جبلة راحوا، وأهل شرق راحوا، وأهل المرقاب راحوا، وأهل ليهرة راحوا، والفنطاس والفحيحيل، واهل الفروانيه، واهل الدوغ، هذول راحوا. فهذه حكايه القصيده. ارجو من يستخدمها الان في بعض الصحف، في تويتر، في مجالسنا، ان لا يحمل فهد برسلي اكثر ما يحتمل. كل بيت في قصه، لكن القصيده جامعه، كانت ما كانت المقصود فيها الكويت. الكويت قبل فهد برسلي وأثناء تواجد فهد برسلي وبعد فهد برسلي إلى اليوم. هي الكويت ما اختلفت، الكويت ما جارت على أحد، الكويت ما غذت الغريب وخلت ولدها، لا بالعكس، هي عملت شأن لولدها أمام من يسميه البعض غريب وهو ليس غريب، في ضرب للوافد أو ضرب لمن عاش بيننا وترعرع في خيرات هذه الأرض. هذه مقدمة بسيطة، يعني حبيت أبينها للولوج إلى المقدمة التي أريد أن أطرق فيها ما يتعلق بضيوف الليلة. دكتور بالشريعة، شيخ دين، مدير
لكيان اسمه الوسطية. دكتور عبد الله شريكه، السؤال عندنا وسطية احنا ككويتيين؟ كان عندنا، حتى المصور يسوي لي كذي صح، كان عندنا وسطية في الكويت، الآن ما عندنا وسطية. احنا متطرفين في كل شيء، حتى حق أكلنا متطرفين. يسمون عيال هالوقت يقول لك هذا جيل الهبة، احنا كلنا صرنا هبة حتى في السياسة. إن حبينا شخص وصلناه فوق السماء، وإن كرهناه نزلناه الأرض. البعض يقول هذه طبيعة بشرية، بس ما كانت طبيعة المجتمع الكويتي، ما كانت ثقافته. احنا معتدلين، احنا وسطيين، مو بس في ديننا حتى في حياتنا. الآن أصبحنا متطرفين، اطلع الشارع، اقعد في الدواوين، اسمع حكي الكويتيين وطريقة نقاشهم. تقول حق واحد ها، تقول له كلامك مو دقيق، يقول لك يعني تكذبني؟ من كذبك؟ احنا نقول لك كلامك مو دقيق. فأصبحنا متطرفين، لا نعرف للوسطية شيء. ها، من خلق هذه الجبهة هو تطرفنا احنا كلنا بشكل عام. حتى من يعتقد يعني انه متسامح ومتعدد ويؤمن بالفكر الآخر متطرف لذاته، يبي يلبس كل الكويتيات مايو ويمشيهم على البحر باسم التحرر. اتي حق ذاك الثاني اللي يدعي الوسطية في الدين وينقل مثلا سور القرآن وأحاديث المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح من الصحابة ومن أهل البيت، يبي يلبس كل خلق الله على كيفه، يبي يوكلهم على كيفه، يبي يشربهم على كيفه، يبي يحل الحرام أو يحرم كل ما هو حلال. متطرف، صرنا مجتمع متطرف. أنا ما أبحث الأسباب، وسبق وقلت أنا أقدم لكم النتائج، علاجها على أساتذة علم الاجتماع في جامعة الكويت، على الأكاديميين، على الدكتور عبد الله شريكه نفسه اللي اليوم يتبوأ مركز الوسطية. يجب أن يعني يرشدنا، وحيرشدنا إن شاء الله من خلال الحلقة. فإحنا شعب غير وسطي، واجهوا أمراضكم، واجهوا حياتكم الحقيقية، لا تتغنون بالوسطية. احنا حتى في كرة القدم فقدنا معيار المنافسة، والدليل انعكاس الإعلام لما يحدث في ردهات هذا الوطن في قضايا كلها، في الاقتصاد، في كل شيء. احنا متطرفين، ما نعرف الوسطية درب نهائيا، مو بس في الدين، في كل شيء. الضيف الآخر الدكتور خضر البارون، وهو ليس غريب عن الساحة الإعلامية الكويتية، وهو ابن بار للشاهد، حيتحدث عن عوامل نفسية وأثرها وأسقاطاتها على هذا الموضوع. وأنا أقول أعتقد يتفق معاي دكتور خضر البارون وكل اختصاصيين علم النفس في الكويت. انزل الشارع، عيش في البيوت، وتعال كلمني عن عامل نفسي عند الشعب الكويتي. أنا ما أقول كله طبعا، 99%. تعال شوف نفسياتهم، معاشات زينها، يا الله لك الحمد، بيوت. وهذه يعني الشيء بالشيء يذكر، الكويتي مثلي أنا اليوم، عائلة مكونة من 6 أفراد، عطوني أرض أبنيها 400 متر مربع. فللوهلة الأولى شوية، 400 شوية، عطوني مسطح بنا يمكن لي 1200. فشرحها لي مرة وزير الإسكان ياسر أبو، قلت له ياسر ليش الحكومة غلصت الأراضي؟ أول يعطون ابهاتنا 750 1000 600 400، ليش؟ خلي أبو أنور هذه دراسات وإحصائيات تحطها الوزارة وتحطها الهيئة العامة للإسكان. قلت له شلون، فهمني. قال لي كم واحد أنتم في البيت؟ قلت له إحنا 6، 400 متر على مسطح بنا 1200، أرده واحد فينا يقعد بدور أو سويت تتجاوز مساحته 250 أو 200 متر مربع. إيش تبي بتسكن بقصر؟ قاعدين ببيوت زينة وسيعة علينا،
الرسول يوصي صحابته ويسعك بيتك، يقول له بيوت زينه، شوارع يا الله من فضلك، رواتب زينه، اكل متوفر كل مكان، بس النفسيه مو زينه، ما حد غانع باللي عنده، اطمح طموح جيد لكن الناقص اخو الزايد. ما يصير انت معاشك 1000 تبي تشتري طياره خاصه، ما راح تحقق هذا الطموح، حتعمل طول حياتك ميت بين هالاحياء. عنده زوجه، عنده عيال، وضعه وايد زين في الدوام، في سيارته موجوده، ومن داخل يغلي، النفوس فيها مشكله، حيشرحها خضر البارود. ناس بس تدور المشكله، صور ودز حق محمد الملا، لقينا بلوعه، لقينا هندي قاعد يبوق، شكو يا اخي، عيش حياتك، استمتع في كل نفس يطلع وياك، كل شهيق وزفير استمتع فيه، ايش لك مراقب خلق الله؟ هذا فيه وهذا تركته، هذا ولا غير اللي يركضون وراء اهل السياسه عيش حياتك، عيش حياتك، لان مرض النفس اشد من مرض البدن وتاثيراته بالغه على المحيط اللي انت فيه. وحتناولها مع خضر البارون، الدكتور خضر البارون. معانا احمد ذعار، عدل محامي، الاستاذ احمد ذعار المحامي، وهو يمثل، انا شوي عندي مشكله مع المحامين، لكن هم القضاء الواقف، يعني امام القضاء الجالس في المحاكم، هم من يفترض ان يكونوا ضمائر هذا المجتمع في صيانه القانون، في تنوير هذا المجتمع، لكن خلونا نتني على ارض الواقع، كم كويتي ملتزم في القانون؟ وكم كويتي يكسر القانون وهو يعلم انه يكسر هذا القانون؟ احنا مرت علينا حقبه، مش حقبه، هي مده، من حكم الشيخ صباح الاحمد الله يحفظه صاحب السمو، وشيء بشيء يذكر، اتصل فيني مدير اداره في وزاره الاعلام قبل يومين، قال لي ابو انور عندي ملاحظه. قلت له خير آمر، يعني هو تربطني في مش وشائج غربة لا، لكن علاقة بينها مصاهرة يعني. قلت له آمر قل لي ايش السالفة. قال لي بوينور انت وايد تقول صباح الأحمد ابو ناصر، ترى في قانون المرئي والمسموع والمطبوعات يحث. قلت له انا لو ما اعرفك يمكن ما اشرح عليك، لكن انا اعرفك، احنا بالكويت عايشين، احنا جابر الأحمد نسميه، جابر الأحمد، سعد العبد الله، صباح الاحمد، ابو ناصر، هم يحبون هذه الاشياء، فكونا بالاعلام من هالسالفه، قاعدين حاطين لي واحد بس مهنته جعفر قال صباح الاحمد بدون سمو الشيخ، شقيت عن قلبي، انت عرفت انا شنو اكن حق هذا الرجل؟ ف ابو ناصر من حكمنا الله يحفظه، والحكومات التي توالت ومجلس الامه كان انعكاس لها، بدأنا ننظر بسيادة القانون، أن هناك أحكام تطبق، محكمة الدستورية بدأت تؤصل ثقافة وتجذر أن يحترم الإنسان القانون، ثقافة القانون صارت عند المواطن، بدأ يلجأ للمحاكم من خلال المحامين، فإحنا بالدس غصب ملتزمين، فإحنا ما عندنا وسطية، ونفسياتنا فيها مشكلة ونكسر القانون، وبعدين نطلع نقول احنا ننتمي لهذا الوطن واحنا نحبه. ماكو احد يحب وطنه ويعامله بهالقسوه. ترى السياسيين مدايمين لك، انت اللي تسرب اوراق الوزارات وعقود واعراض، تنهش باعراض الناس، بس ثقافه، يعني مش ثقافه، يعني ما ادري ايش اسميها، يعني ما بي انزل في مستوى الحوار. ما يصير اعراض الناس اليوم صارت لعبه عندكم فيما يسمى هذا مواقع التوافه الاجتماعي. نهش في اعراض العالم، كل يوم منطلعين ورقه، هذا طلق، هذا تزوج، هذا ورث، هذا عنده، هذا ما عنده. يطلعها موظف يكسر القانون. ويتلقفها مواطن يتفنن في كسر هذا القانون. بتناقش معاهم اليوم في الوسطية وعلم النفس
والقانون، إضافة إلى يعني ما هو اللي هم يقولون ظواهر سلبية موجودة. احنا بكبرنا ظاهرة سلبية، والله يعز علي أنا أوقف وأطرح هذا الطرح، بس شو تسوي؟ أمر الله يشق الجربة، أمر الله يشق الجربة. فواز ودنا حق ضيوفنا. عودة أعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم في حلقة الليلة وضيوفها. أقدمكم الأكبر بالسن ولا الأصغر؟ أقدمكم في الأصغر، الدكتور خضر البارون، أستاذ علم النفس في جامعة الكويت. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ونحيي السادة المشاهدين. الله يسلمك. وإن شاء الله تكون خفيف في حالك. كل مالك وتصغر، ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. تبارك الرحمن. الله يسلمك. شلون صحتك؟ والله نحمد الله مشكور. إيش تعشيت اليوم؟ شنو عشاك؟ شابورة. شابورة؟ لا. مسوي دايت ولا؟ اي اسوي دايت. لا. اي شابورة زينة؟ انا صار الحين اسبوع بطيت فيها ماني عارف. والله شو اسمه مالت المطاحن. مالت المطاحن؟ اي والله. السمرة خفيفة هذه. لا اكو 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 بيضة واكو سمرة واكو فيها اللي هو حبة حلوة. والله مالت الرياض جبارة، يبونها هناك الظاهر في واحدة تسويها. اسوي دعاية حقهم فعلا. ما اعرف اسمها بس. شنو مصالح والله، يمكن مصالح، شابورة مصالح. اي. مستمر عليه دكتور؟ والله مستمر، انا عشاي دائما كذي يعني. الغداء شنو؟ لا خفيف الغداء، ماكو عيوش يعني شويه قليل خفيف قليل من باب المحافظه على الرياضه ولا لايف ستايل؟ نعم. ولا والسكر بعد فشوي شويه. الله يشافيك ان شاء الله. الله يسلمك. دكتور عبد الله شريك، مدير مركز تعزيز الوسطيه، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور وبنور. انا ارفض يعني الفظ الكاف بالجيم المخففه يسمونها، لانك تعرف النطق الصحيح. الله يسلمك، طول عمرك. لان هذا المتعارف عليه، لكن لان الحين ترى خلاص يعني الحين الكل يقول شريكه، الحين هو يكتب شريكه، النطق الصحيح لها السابق، الحين القليل يستخدمونه، قليل جدا. شلون صحتك دكتور؟ والله الحمد لله. دكتور ولا شيخ، اي هو محبب اللي تبي؟ المواطن الكويتي عبد الله. مواطن الكويتي. يكفي دكتور، يعني خلينا ناخذ درجتك العلميه يعني اخاطبك فيها. دكتور عبد الله موجود في الساحة من 2010، موجود أنت في الساحة ومواكبها سواء إعلامية من خلال تلفزيون الكويت، موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، تحملت الغثة وايد، بس ما يعني ما خضت معارك. شلون نحللها هذه؟ ما خضت معارك بشكل مباشر مثل بقية مثلا دكاترة الشريعة أو المهتمين في الجانب الشرعي. كنت تبدي أراء لكن ما عمرك ما أخذت معركة مع السياسيين، هل هذا تكتيك ولا هم احترام أكثر وتغذير؟ اشرح لي هذه بس. حقيقة أخوي بنور، أنا حريص على لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل حتى مع المخالف، ولذلك أنا أقول رأيي بكل صراحة بكل شفافية، لكن بعيدا عن أي لفظة تستفز الآخر، تجريح. أخليها توصل بالصورة اللي أنا أبي بدون لا أجامل أحد من فضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. حتى يعني إذا حصل شيء مثلا ما أسكت، إذا في كلام حق ما قدرت أقوله أسكت، ما أقول خلافه الباطل والعياذ بالله، لكن من فضل الله توجد معارك موجودة، لكن لأني أتركها، ولا لو دش تويتر دش المنشن عندي تشوف أشوف اشتثر فأتركها. هو ليش مدعاة التساؤل؟ مع العلم يعني في مرة مرحلة طلبت مناظرة رموز، يعني ما هي سهلة سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، سياسيين أو دعاة. نعم. فكان هذا بمثابة تحدي، بس هم كنت حريص أني ما أدخل في مهاترات. انت حريص انك ما تدخل هذه المهاترات اللي نسميها احنا معارك. المهاترات ما منها فايده، احنا نقول الحق بانور اللي نعتقده. نعم. بدون لا نستفز احد ولا والله كذا، هو يزعل من كلام الحق شيء راجع له، لكن اهم شيء لا يصير علي اني انا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في عباره ما هي زينه، توني اقول للاخوان قبل شوي، النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. والله عز وجل أدبنا، قال نعم. وقولوا للناس حسنا. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. حتى يعني غير المسلمين. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. شو اللي تبي تجادل؟ تجادل علشان تثبت أنك قوي مجادل، عندك أدوات. صدقني يا أبو أنور أنا ما أمدح نفسي. نعم. بس أنا أدرك أن عندي هذا الأمر، وعندي مناظرات مع قساوسة وملاحدة وغيره في البالتور قديمة. نعم. كثيرة، لكن مو هذا المقصود، المقصود أن الكلمة الزينة توصل. اللي دعاني للسؤال دكتور أو الملاحظة هذه،
ان حتى من نسميهم او نطلق عليهم احنا مثلا اكابرنا او افاضلنا في الجانب الفقهي الشرعي في الكويت تحديدا، دكتور يعني خالد المذكور، دكتور عجيل النشمي، دخلوا الى هذا الوسط، يعني دخلوا هذا الوسط المليء في ما اقدر اقول موبقات مع اني قلتها، الوسط السياسي يعني، بينما ما اقدر اقول هم كبار دعاة وانتم صغار دعاة، لكن بينما انتم الجيل الاخر رفض ان يدخل في هذه المواترات. فهذا كان دعاء يعني مدعاة السؤال لك، كيف ترى مثلا هالاثنين تحديدا يعني الدكتورين الفاضلين؟ هو بغض النظر عن الاسماء، لكن انا اظن يعني ان الانسان متى ما تحرر من الانتماءات، نعم، بقدر تحرره من الانتماءات بقدر ما سيتكلم وفق ما يراه. تذكر المقاطعة الأولى بنو؟ اي نعم. من فضل الله علي طلعت بالتلفزيون الكويت ودعيت للمشاركة. نعم. وشاركت في ندوات ودعيت للمشاركة، لا نعم. تخلون المجلس. نعم. والمقاطعة الثانية جيد، وسمعنا كلام وتخوين وسب، ومن برنامجك كل اللي سبه وتراي مسامحهم. أوه. الحين في احد يتكلم عن المقاطعه؟ ولا واحد يعززون المشاركه اطلاقا لا. يعني حتى اللي قبل بعضهم يعترف يقول والله ابو عبد الرحمن اسانا فيك الظن، لكن الحين كذا. ف اذا الاصل ابو عبد الرحمن انك يعني تتراجع عن كل انتماء. انا ما عندي اي انتماء بالضبط، انا مواطن كويتي رشيدي جيد. ما فيها رقبه بيعه الا للشيخ صباح الاحمد الله يحفظه، ما عندي في الامور هذه. طيب الله يعطيك، ارجع لك ابو عبد الرحمن بعد ما رحب في استاذ احمد اذعار المحامي، مساك الله بالخير. اتشرف فيك، مساك الله بالنور. شلونك طال عمرك؟ طيب طال حالك على ما تم. كم عمرك؟ 32. 32 نعم. بين عليك الضعف، التعب، شقيان في فيك شيء؟ مبين علي النحل، لكن الضعف ان شاء الله اني قوي عند الله عز وجل. ان شاء الله. اما مساله الوزن فهي يعني اتمنى ان يكون وزني عند الله يفوق وزني في الدنيا. اكيد اكيد 100%. لكن هذه بنيه. هذه بنية، لكن أكيد يعني أخوك أكيد، لكن بنية. يمكن العمل في القانون يشغل الإنسان؟ عمل ذهني مرهق. ذهني؟ ذهني نعم، القانون قائم على المراجعة والكتاب والاطلاع، لذلك تجد نفسك يعني أحيانا أمانات الناس ومشاكل الناس نعم. ترهق وتعكس عليك يعني. ملتزم في القانون أنت عند حالك أم أمام ربك يعني؟ أنت ملتزم في القانون الكويتي؟ ملتزم في القانون، ملتزم فيه نعم، ملتزم في القانون الكويتي. بالنسبة للقضايا يعني تقصد؟ لا يعني ما تنادي فيه، ما درسته، أنت ملتزم فيه؟ أنا مؤمن فيه، مؤمن ومقتنع أيضا نعم. عن قناعة يعني دولة القانون، دولة القانون، لذلك أي شيء يتناقض مع دولة القانون أرى أنه يعني يجب أن يكون لنا موقف تجاهه. تجد المجتمع يعني عنده هذا الفكر، الفكر أن هناك دولة قانون؟ أنا كنت أقول للدكتور قبله أنه الأزمة في أي دولة خصوصا الدول العربية نتكلم، الرأي العام الواعي، لذلك لا مستحيل أن تقيم دولة قانونية دون أن يكون هناك رأي عام واعي يمثل ضمانة. يعني عقب على الدكتور لما قال المقاطعة الأولى، نعم المقاطعة الأولى كانت واجبة، ولم يقاطع المجتمع أو الأعضاء أو النخب السياسيين لكانوا يعني أطفال سياسة في ذاك الوقت، لأنه المقاطعة الأولى لم تكن للأصوات كما يصورها البعض، اتخذ موقف كان. لا مو كان 4 أصوات ولا صوتين ولا 10، كانت هي لأنه قواعد قانون الانتخاب نعم. ذات طبيعة دستورية، فبالتالي الاعتداء عليها هو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك هناك ضمانة دستورية نعم. تم خرقها والاعتداء عليها بعد حكم المحكمة الدستورية مع التحفظات ومع اختلافات وجهة النظر. الآن أصبحوا السياسيين يتعاملون مع الواقع، لذلك لا يجوز، وفي نعم. قاعدة شرعية ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبالتالي عادوا إلى الأمر لدفع المضار والكل يجمع. إذن ترى المقاطعة الأولى مستحقة، لكن مستحق بعد حكم المحكمة الدستورية مستحق، والمشاركة نعم. مع التذكير بأنه تم خرق قواعد قانون الانتخاب وهي ذات الطبيعة الدستورية لابد وواجب أيضا. أستاذ أحمد يعني على هذه إحصائية خاصة لي أنا لا تملكها حتى جمعية المحامين، 44 محامي وفقوا لنيل العضوية من مجلس الأول إلى اليوم، من طرحوا نفسهم أكثر من 900، بس من وفق للعمل كنائب 44 محامي، ومع ذلك لم يقدموا شيء. في فرنسا المحامي هو النخبة، هو اللي هم الإليت نعم. في مصر كذلك، في إنجلترا، في أمريكا، في كل دول العالم، حتى القضاة اللي هم أساسا كانوا في البداية يعني مهتمين في القانون في الدولة الإسلامية كانوا هم الركيزة في تقديم ضمانة للمجتمع. 44 محامي مروا على الحياة النيابية وما زال بعضهم موجود في مجلس. فشلوا
ليش ما اعطونا البلوره؟ هل هذا مثلا خلل في في في, في المنظومه نفسها في منظومه الدستور؟ لانهم دخلوا في العمليه السياسيه والعمليه السياسيه سلاحها القانون، بالذات لمن يملك ادوات القانون ينتصر في هذه المعركه السياسيه او الخلاف السياسي، وهو خلاف في اطار مباح يعني. فبالتالي اهمالهم للجانب القانوني وتثقيف الراي العام وطرحهم القانوني والدخول في العمليات الانتخابيه والحسابات الانتخابيه والطرح السياسي دون وضع الحلول، يعني اغلب الامور الان المشاكل السياسيه هي تشخيص دون وضع حل. نعم. يضعك في حيره من امرك. صحيح. لذلك يعطيك ان القانون ازمه صعب يطبق. نعم. يستحال ان نكون دوله قانونيه. نعم. يعني كل ما تردد يوميا اللي تبي الحكومه يصير، هذه كارثه. هذا انعكاس استاذ احمد على الشعب. هو ما الوم مواطن، يعني ما الومه، هو لا هو العكس، انه يجب ان يكون مجلس الامه والسياسيين انعكاس للمجتمع. نعم. لأن يكون المجتمع انعكاس لهم، هذا الخلل اللي احنا نعاني في الكويت. ابي اوقف عند هنا يعني، وراح ارجع اناقشها معك. دكتور خضر، يعني انا طرحت في المقدمه بعض التساؤلات، بعض المشاهدات اللي شفتها في المجتمع. ويعني ما اشوف ضرر اني اطرح مثلا على الاقل تجربتي الشخصيه. من 4 شهور صارت عندي مشاكل انا ما اعرفها. ظنيت انها في البدايه انها امراض او شيء. فاتصلت في دكتور اسمه دكتور جواد الراشد، هو اساسا معالج شعبي دكتوراه وكمل العلاج الشعبي تخصص فيه. نعم. وملم في الجانب النفسي، فقال لي انت تمر حسب ما يسمون الناس في ازمه منتصف العمر في سن 47، فتمر بهالمشكله. قلت له شو اسوي؟ قال لي نظم اكلك وسوي رياضه، والاهم منها انت محتاج الى الروحانيه. روح عمرك الشهر، صوم زيادة تطوع، أكثر من الصلاة، قراءة القرآن. الغالب مال المجتمع الكويتي، أنا طبقت هذه النظريات الحمد لله رب العالمين. الغالب على المجتمع الكويتي اليوم أنه مجتمع مش متدين، يعرف الله سبحانه وتعالى. أكيد. يذكر الله، يتذاكرون بينهم في من خلال السوشيال ميديا، من خلال الرسائل، أن اليوم جمعة وهذا وقت استجابة، صلوا على 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 المصطفى، سووا كذي في كل المذاهب. مع هذا لا نرى انعكاس هذه الروحانيات على تصرفاتهم وسلوكياتهم في المجتمع. اشرح لي هذه النظريه الغريبه. اول شيء خلينا نقول عن ازمه منتصف العمر. نعم. فهو طبعا مو متخصص في علم النفس عشان يقول لك. نعم. انه هذه لها جانبين، جانب ايجابي وهو عندك طاقه عاليه جدا. وتشعر بأنك كأنك أنت مراهق فتندفع. نعم. فتستقل هذه الطاقة بشيء يفيدك ويفيد المجتمع، هذا المفروض. نعم. لكن الغالب اللي نشوفه لا ينتكس. صحيح. فيريد أن يتزوج واحدة ثانية لأنه يشعر بالدافع الجنسي دافع قوي في هذه المرحلة. نعم. وهذا طبيعي يعني، في بعض الناس يشعرون بهذا الشكل، فتلقى يشبب نفسه. إيه؟ يرد يسبق ويرد بكذا كذا. فإذا كان طبعا انتكاسة، فهذا طبعا راح يضر نفسه ويضر الآخرين. نعم. لكن إذا كان والله يدرك تماما أن هذه عبارة عن طاقة وأنا راح أبدع وأطور نفسي. نعم. إلى الأحسن والأفضل. ممكن يوجهها، يعيد توجيهها مرة أخرى. أكيد يوجد. نعم. أكيد أكيد. ما مريت فيه عبارة عن ضغوط نفسية. نعم. تعرف أنت طبعا اللي مريت فيها. نعم. نعم. والآن بدت كي بهذا السن بهذه المرحلة مع الـ مع مع الـ العمر. نعم. بدت أن تؤثر على جسدك. نعم. وعلى مخك. كل ما تحتاجه الآن هو تفريق الشحنة الانفعالية. نعم. هذه في أي شيء اللي هو يشغل بالك، تبي دين دش فيه ما يخالف، أوكي، تبي نشاط مثلا بحري دش عليه، تبي دش مثلا تسافر. الهواية، هواية معينة، تعزيز الهواية أكثر. بالضبط. بس لابد أن تعيد على نفسك باللي هو نوع من الارتياح والاسترخاء، وليس التشديد، ولا ايضا لا تضر فيها ناس اخرين. يعني اكو ناس يبددون فلوسهم بهذه المرحله. اي صحيح. فروح اشتري مثلا احسن سياره مثلا بالعالم. شريتها وبعتها. كمثال يعني. سحقت انا احتياطي اجل الغادمه كلها. عشان شلون؟ فضريت اللي هو طبعا ايضا اهلك. زين. نعم. فيما ينعكس على سلوكيات الناس، هم مش متشدقين، هم مسلمين بالطبيعه. نعم. طبعا طبعا. هم يمارسون يعني هذه طبعًا الشعائر. نعم. بس انعكاسها على سلوكياتهم ما نقدر نشوفه. يعني شوف، اكو ناس متشددين، طبيعه البشر اختلاف، كلنا اختلاف. نعم. الله خلقنا مختلفين. نعم. في ناس متشددين
ويحاسبون على نفسهم على كل خطوة. يا ليت بس يحاسبون نفسهم، يحاسبون الناس الآخرين، هذا ما صلى عدل، هذا ما سلم عدل، هذا مش يعني، يحاسبون على اللي هو كل نقطة من نقاط حياته، ويحاسب أيضا نفسه، وهذا طبعا بالتالي راح يزيد الضغوط على نفسه وعلى الناس الآخرين. أوكي؟ وأكو ناس لا والله ماخذين اللي هو على أساس الوسطية، فهو مرتاح في عباداته، في أداء دوره اليومي، وفي نصح الناس، كله بالوسط، لا غلو ولا 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 يعني نزولا عن اللي هو المعايير العادية. تفريط. نعم نعم. أنا سمعتك أنت تقول الظاهرة. الظاهرة متى تعتبر ظاهرة على فكرة؟ متى؟ نعم، عندما يكون المجتمع لا يقبلها، أو يتفق على الأقل كثير من الناس، مو واحد ولا اثنين، لا كثير من الناس، على أن هذا السلوك غير متماشي مع العادات، مع الأعراف، مع اللي هو المعايير الدينية، مع اللي هو القيم الاجتماعية، فهذا هني تعتبر هذه عبارة عن ظاهرة، على شرط مو واحد ولا اثنين، لا، ولا حتى مجموعة شوية صغيرة، لا، لابد أن تكون على الأقل 25% من أفراد الشعب. وهذه الظاهرة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. أوكي؟ إذا كانت سيئة فيها تضر في الناس هؤلاء، وتضر في بنية المجتمع، وتضر في الناس الآخرين بلا شك، لكن إذا كانت إيجابية فبلا شك تطور المجتمع وتطور الذات بهذه الأشياء. جميل. وطبعا كل شيء الآن يدخل ضمن الظاهرة، وخاصة بعض الناس على أنها ظواهر سلبية، وهذه هذا ما نتفق، ما تتفق معك؟ لا ما نتفق. أبي أناقش معك دكتور. نعم دكتور عبد الله، أنا لاحظت حالي حال أي مواطن كويتي، ويمكن أنتم لاحظتوا لما كانت الكويت مش تستورد، تستعين ببعض الدعاة مثلا في الثلاثينات في الأربعينات في زيارات موسمية، كان منطقي هذا الشيء. اليوم بعد وجود كلية الشريعة، وجود يعني عناصر كويتية، ما زالت مثلا كل أسبوع نشوف مثلا داعية من المملكة العربية السعودية يجي الكويت، كل ما يصير محرم أخواننا الشيعة يبون لهم 6-7 من العراق ولا من إيران أو باكستان، هذا يجيب من مصر، المذهب هذا الفريق الحزبي يجيب من مصر. نعم. ويقعدون مع عيالنا ويسولفون معاهم ويقولون لهم أشياء، البعض يقول لك يمكن شهر خلاص خلص، أسبوع ونخلص، لا في عوالق تبقى في لو شخص قاعد في المحاضرة هذه. أنا طبعا ما أقدر أقول أن كل المشايخ اليوم من كل المذاهب مزينين، بس أقصد إحنا ما عندنا في الكويت أحد يحدث علينا، يعني هل في ندرة في العنصر الكويتي أن يقدم المسائل الفقهية، الشارع، معاملات الناس وعباداتهم؟ شنو حاجتنا حق عنصر من برا الكويت؟ أخوي بنور، أنت إذا فتحت معي باب الشفافية أنت تبترش فيني. هذا أمر في كثير منه مزعج، والآن يمكن حتى بعض الأخوة المسؤولين يسمعون هذا الكلام ويتابعونه. نعم. يعني أنت لو خليتها على مستوى أقل. تسمعون الدكتور أنت؟ والله أنا عندي ترى صعوبة. شوي أنا أبعد الأستاذ يعني. على كثر خريجين الشريعة. نعم. سواء من داخل الكويت أو حتى اللي درسوا برا. ككويتيين. نعم. لا زال أئمة المساجد أقل عدد الكويتيين. لا زال إلى هذه اللحظة. خصوصاً الأئمة المعينين اللي هم متفرغين. نعم. مع العلم ان هؤلاء يعني سمو الامير وصى عليه في اجتماع انا كنت موجود فيه، والديوان يحث على يعني اعطائهم مزيد امتيازات تشجيعهم. ككويتيين. الكويتيين هم كانوا تقريبا 41، انا كنت منهم، وبعدين وصلوا 120 تقريبا، من اصل كم؟ من اصل يعني 1400 وشوي مسجد. نعم. فبالنسبه للاستضافات اللي من الخارج أخوي بنور، إذا كانت الاستضافة مفيدة ومثمرة خير وبركة، أما إذا كانت الاستضافة تسبب لي مشاكل أو تزرع أمور ما هي جيدة من أي بلد كان، فأنا لست في حاجة إليها وفي غنى عنها حقيقة. لكن لها أن أحيانا يعني مثل ما أن على ما قالوا يعني مع بعد المثل، يعني أن مطرب الحي لا يطربه، أن الناس تسمع مثلا أو
نفس الشيء سبحان الله، إذا جاء داعية من الخارج أو شيخ معروف بالفقه، معروف بالاعتدال، معروف بحسن كذا، الناس تقبل على الدورات، حنا نقيس هذا الأمر. لكن إذا كان شيخ كويتي تكون أقل. السبب يعني ترجعها للعنصر البشري مثلا في الكويت متوفر، مثل ما قلنا يعني إحنا لو يروح واحد من الكويتيين بلد آخر جيد، يعني أنا مرات أروح أشارك في فعاليات مثلا في السعودية يقولوا لي وين الحضور عندك مختلف عن كذا، في أوروبا نفس الشيء تكون مرغوب. اي نعم، ليش؟ لأنه جاي من خارج المجتمع. لكن أنا أقول وبكل مسؤولية، يعني هذا الباب نحتاج لمتابعة دقيقة له للاستضافات من الخارج. لا تجيبون لنا شخص يسبب لنا مشاكل، نعم، لا تجيبون لنا شخص يحدث لنا فتنة في المجتمع. طيب حتى لو كنا احنا مؤيدين له في بعض الامور وكذا، لكن في قضايا خصوصية المجتمع الكويتي تختلف، تحتاج الى دقة. نعم، نعم، الدين واحد في كل مكان، لكن الدين تختلف فيه الاعراف، في مسائل تشتهر هنا تختلف عن شهرتها في بلد آخر، هناك أمور مقبولة عندك هنا ما هي مقبولة، ونفس الشيء. فمثل هذا يعني واحد لو واحد مثلا واحد من الكويت راح بلد ثاني، البلد هذا مثلا يمنع قيادة المرأة للسيارة، وقام يقول هذا الكويتي والله قيادة المرأة حلت مشاكل إيش كثر، ممكن يسبب فتنة. صحيح، عدل سوى له مشكلة. نعم، نفس الشيء إذا حصل هذا الأمر. طبعا هذه الأمور كلها ترجع إلى الضوابط الشرعية الحقة، الدين اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مو الدين اللي يفهمه فلان والدين اللي يفهمه فلان، وهذا يفسر على هوا وهذا يفسر على هوا. دكتور هني اسمح لي بس مداخلة من باب الشفافية طبعا. الآن احنا عندنا مركز يتقد في الخليج، يعني يجذب الدعاة اللي اصطلحوا الناس على تسميتهم بالدعاة، وإن كان بعضهم يعني ليس بداعية، لكن في دبي أو في أبوظبي ودبي وقطر مركز، يعني مراكز تتبنى هذه الآراء، مراكز إعلامية تتبنى هذه الآراء، مقبول على رجل الدين أن يعني أن يكون محسوب على الجانب الإعلامي؟ يعني أنا أعرف أنه جيد أن يطلع عليك رجل دين علي الجسار، إحنا ما نعرفنا إلا من التلفزيون. نعم، مع بساطة تقديمه وسلاسته. عبد الله النوري الله يرحمه، احنا اصلنا في الكويت هذه الثقافه ان يخرج رجل الدين في يوم الجمعه. محمد طبطبائي الان انت حضرتك قاعد تطلع، كثيرين، دكتور جاسم العناتي هنا عندنا مثلا في الشاهد، بس اليوم صارت ما ابي اسئلهم يعني في تعبير، انا مشكلتي طفاقه، بس انه يعني انت ضربت مثل المطرب الحي لا يطرب. انا اتكلم انه هم دخلوا في لاين بالشبهه، يعني مش شبهه، يعني مواقع تهمة صاروا، كأنهم مطربين، كأنهم مجتمع مشهور، يقعدون في خيمة كلهم، يروحون أوزباكستان، يروحون كذا، وترعاهم هذه التلفزيونات، تلفزيون دبي أو أبوظبي أو الجزيرة أو روتانا، بس ما يقدمونهم بالصورة وقار رجل الدين وكذا. لك تجارب معاهم، هل دعيت؟ هل سبق وأن عرضوا عليك هذا النوع من البرامج المنوعة دينية نقدر أسميها؟ نعم. وكيف وجهة نظرك في هذا النوع من الإعلام الديني؟ ترى هو إنصافا أنا يمكن حمت حول الحمى في الفهم، لكن يمكن ما اتضحت لي صورة بدقة لما قلت لي مركز في دبي، مركز في قطر. أقصد المركز الإعلامي طبعا اللي يديرونه الآن يعني التوضيح لك والكل، أفضل إحصائيات إعلانات تلفزيون يقدم، يعني تلفزيونات من دبي وأبوظبي وقطر، الميديا الإعلام يصنع هناك بكل أنواع، رياضة، اجتماع، منوع. الآن دخل لهم الديني من 3 سنوات. نعم. حتى تجد بعض الداعية، يعني داعية أو عندك فهد الكندري مثلا، تشوف برنامجه مصروف عليه $1,000,000 وما في إنكم، يقول لك لا احنا نبي نساهم في نشر هذا الفكر، تشوف نبيل العوضي مثلا، تقول فهد الكندري، فهد الشيخ المغرب الغارب، اي نعم، اي يعني يصرفون عليه مبالغ طائلة، يقول لك أنا ما أبي منك مردود، أنا أبي أنشر الرسالة فقط مو أكثر. لا، وهو اللي ما يبي مردود، ولا المؤسسة، المؤسسة تقول لك ما أبي مردود أنا. لا ما بس قاعد تشكل، قاعد هي مردودها فكري.
اكون اوضح معك، تذكر الدعاة كلهم محمد خلينا نسميهم محمد العوضي بدون اسامي علشان القرني يقصد لما طلعوا في المشهد يركبون حصن عشان على قولتك لا يجرجرون المحامي لا لا ما يجرجرون ما شاء الله اقصد ما يقدمون هؤلاء نعم في الاعلام الديني الجديد شلون نظرتك له؟ خلني اجاوبك على جزئيه، هل عرض علي؟ نعم، عرض علي مرتين نعم. نفس هذه البرامج واستخرت ورفضتها. هذا اولا، ثانيا انا حقيقه احسن الظن بكثير من الاخوه اللي شاركوا في هذه نعم. البرامج، منهم الاخ فهد الكندري الله ينفع به، لان برنامجه الحقيقه مثمر، وانا توعوي قراني توعوي ادري انه ما يستفيد، لكن القنوات تستفيد، حتى لو قال ما يستفيد خلي يسمع مني، هم يستفيدون فوائد ما هي سهله، سواء البرامج على القنوات نعم. او غيره، حتى ترى الاخ صافر يعني مشاري الخراج ما ياخذ شيء على البرامج. اي مشاري نفس الشيء. اي نعم. نعم، ففي اخوه نشاطهم مقبول جيد. اما عاد الامور الثانيه قد تدخل فيها الشبهات نعم. حقيقه مثل ما انه يعني شوف انت سمعت قبل عن قنوات كانت قنوات غناء ورقص وحولت دينيه. يعني اعرف قناه شخص عنده قناتين كلهم للاغاني وال فشجعوه يحول واحدة دينية، لما حولها اكتشف انها تدخل عليه اكثر من قناة الاغاني نعم جيد، وواحدة فيهم مسمينها على اسم الخليج، عاد انتم فهموها عشان لا يجرجرون، انا والله تعبت من الجرجرة هم تعود على فكرة اللي هم يتحملون اقول لها فيها اجر فيها اجر اي نعم فقديما يقولون هالكويت ابو انور الدين طير من صاده قنص فيه، مثل ما ان هناك تجار تاجرون بسلع معينه هناك تجاره باسم الدين نعم. بس ومنها مثل هذه البرامج حقيقه كثير منها عباره عن تجارات عرضت عليك دكتور يمكن الشيخ هذا نفسه ما انتبه للقضيه نعم جيد وممكن نيته حسنه بلا شك واراد الخير لكن هم من وراه يعني يستفيدون عرضت عليك واستخرت و... اي نعم ما عملت علي مره تصوير في المغرب وكذا و... نعم. يعني استخرت عنها لكن لو في برامج لا حتى لو فيها مردود مثلا او كذا بما لا يخرجك عن الوقار هذا زين بس ايضا عندي قضيه ثانيه تفضل ترى رجل الدين او الشيخ او الداعي يبقى انسان نعم ان ننظر له بقداسه زايده عن اللزوم هذا خطا ان لازم يكون لبسه مختلف عن الناس هذا خطا ان لازم يكون نعم وهو يحافظ على مروءته يحافظ على ما يبتعد على عن ما لا ينبغي مثل حاله حال اهل السياسه ولا غيره صحيح. يعني صحيح. في امور لو فعلها احد اهل السياسه ممكن تنتقد لكن يبقى هو انسان حاله حالنا الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم شنو الفرق؟ يوحى الي بس الوحي ولا هو انسان يصيب يخطئ الحين انا اقول لك يعني حتى الشباب اللي يستقطبونهم بعض الناس ويفهمون ان ترى مشايخنا هذيل رموز وان هذيل اللي يهاجمهم يهاجم الاسلام وان هؤلاء اللي ينتقد ترى الحزب ولا جماعتنا معناها عدو للدين وعدو لله هذه جريمه هذه ظاهره سلبيه خطيره يخلقها البعض للفائده طبعا بلا شك لا. جميل الاستاذ احمد العار المحامي يعني دام احنا شوي في الجو مش الاسلامي الاسلام كلنا مسلمين خلينا نروح حق الماده الثانيه المادة الثانية من الدستور دين الدولة الإسلام مصدر رئيسي للتشريع المصدر الرئيسي للتشريع الآن أنت أمام المحكمة ما هيئة المحكمة في القوانين التي تخرج يعني ويقرها مجلس الأمة أو عن طريق الحكومة تقرأها تجد هذه الصبغة تجد أن الشريعة موجودة يعني موجودة لذر الرماد في العيون ولا موجودة صج يعني في قوانيننا الوضعية ما أنا فهمت حقيقة هي موجودة الشريعة لكن الجزء الأقل الأقل نعم لذلك حتى بعض المؤلفات كتب الفقهية على شروحات القوانين أنه قانون الجزاء لم يخرج عن الشريعة الإسلامية وأنه كذا هذا كلام غير صحيح هنا ادعاء إيه هذا يعني. إيه لذلك أنت تدافع عن أمر معين لكن لا 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 يعني لا توصل فكرة مضللة أو بنوع من عدم الوضوح الشريعة الإسلامية موجودة في قانون الأحوال الشخصية وإن كانت أيضا الوصية الواجبة ليست من الشريعة الإسلامية أيضا حتى في الأحوال الشخصية هناك قصور في التشريعات الإسلامية ما أنه رصيد الأحكام والتشريعات والتقنينات الإسلامية كفيلة بأن تحل جميع الأزمات الدولية وليست المحلية يعني. عطني مثل يعني إحنا دائما نقول هذا نطرح هذا الطرح إنه تعال خلينا نطبق بس صحيح الإسلام وأوريك أنا المجتمع هذا شلون يصير مدني اليوم في القانون الكويتي
وين لو طبقنا النظرية أو القاعدة الإسلامية المتجذرة؟ لا نقتصر على الكويت، لا نقتصر على الكويت، حتى أنت تقول محامين حتى إحنا نقول عشان ما يجررون مخاطر. إحنا نتكلم بشكل عام، العدل يكفيك، العدل يكفيك. لذلك في أمثلة تردد دائما على مسامعنا، وحتى يعني حينما تتخيلها تتشوق لها يعني. هذه العدل على سبيل المثال، العدل الحق الذي كان في إبان الشريعة الإسلامية، إحنا بحاجة لها الآن. هو كفي بحل جميع الأزمات الموجودة عندنا. توزيع الثروات توزيعا عادلا، العدالة الاجتماعية. لذلك ستجد يعني أنه في رصيد في الشريعة الإسلامية، في رصيد كبير، لكن على ما يبدو أنه هناك لا يعرف كيف يطبقها، أو أنه هناك لا يعرف كيف يقننها، أو أنه هناك من يعني بسوء أسلوبه أو بسلوكه يسيء للفكرة وجمال الفكرة. أستاذ أحمد، يعني سؤال غفز إلى ذهني طبعا الآن، خريج القانون في الكويت أول، في الدول العربية كلها وفي قرطبة تحديدا في التاريخ القديم، كان هو أساسا يعني من الشريعة أحد روافد تعليمه للقانون للمرافعة وغيرها، كانت من الشريعة. حتى عندنا لي زمن قريب كان الكويت يدخل كلية الشريعة يطلع قانون. إلى الآن إلى الآن حتى يتوظف وظائف قانونية يعني. جميل. إذن المشرع عنده إلمام في هذه الشريعة، من يفترض فيه أن يراجع القانون ليقول أن لحظة يا جماعة هني ما واكبنا الشريعة، هني واكبناها؟ عندنا هيئة في الكويت، في هيئة وتم تعطيلها أعتقد قريبا يعني. أنا هيئة الاستكمال أحكام الشريعة الإسلامية، لا ما كانت موجودة الهيئة هذه. موجودة بس آخر مرة جددوها 3 سنوات. أنا أعتقد كأني قرأت يعني، ما أنا متثبت حتى قلت أعتقد هذه الهيئة العامة، لا يقصد اللجنة العليا الاستشارية، لا لاستكمال الشريعة الإسلامية. إيه لاستكمال الشريعة اللي كان فيها الشيخ خالد مذكور. نعم. الآن فيها الآن الدكتور محمد طبطبة. نعم. هذه اللجنة معنية بهذا الأمر، يوجه لها السؤال هذا أعضاء مجلس الأمة نفسهم، لجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة. نعم. لذلك لجنة التشريعية والقانونية هي يعني تختص في إصدار التشريعات، لها أن تستعين في الجانب الشرعي. أما مسألة أنه طلبة الشريعة كانوا قانونيين، بالفعل، لأنه من لا يلم بالشريعة يفشل في القانون. هذه قاعدة. نعم. فبالتالي من يدرك الشريعة يدرك القانون، لكن من يدرك القانون لا يدرك الشريعة. لذلك تجد هناك البعض يصور لك أن هناك تعارض ما بين القانون والشريعة. نعم. هذه الصورة اللي حطها، هذا غير صحيح إطلاقا. هناك ارتباط وثيق ما بين الشريعة الإسلام وهي يعني المصدر. نعم. العلم الشرعي وهو الأصل، والقانون وعلم الاجتماع. لا يمكن أن تربط أن تفك هذا الارتباط ما بين هذه القوانين. لذلك من يلوم في الشريعة سيلوم في علم الاجتماع، وسيجد القانون سهلا بالنسبة له. حلو. أنا عندي فاصل، بس قبل فاصل دكتور خضر البارون، يعني أنت اخترت تخصصك من نفسك؟ أكيد. ما كانت عندك رغبات أخرى؟ لا 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 ما كانت، لا. وأنا بالثانوية وأنا قاعد أقول إن بدش اللي هو علم النفس. ما فكرت يعني تأخذ الجانب؟ فكرت شوية الجانب الديني، تلتزم بالدينية. أنت ما شاء الله ملتزم. إحنا إن شاء الله أقصد يعني إحنا ملتزمين بالدين. لا أقصد ما فكرت يعني متى تخرج من الثانوية العامة أنت؟ سنة دخيار بس. 69 70. نعم صح 69 صح. كانت الكويت ليبرالية أكثر منها دينية، أو الدولة محافظة أكثر؟ كانت الأمور طبيعية عادية. طبيعية. نعم نعم، أمور طبيعية جدا يعني. ما كان في صفك واحد متزمت؟ خاصة بالسبعينيات يعني، كان الميكروجوب والميديجوب فالينها كنتم. والبنت لابسة هذا وتروح حق أبوها عشان تاخذ فلوس وهو طالع من المسجد، يعني لهذا الدرجة. هذه احنا ما نقدر نفهمها. هذه يعني اذا عندك تعقيب عليها هذا المجتمع. عندي تعقيب على الموضوعين. عندي الفاصل كم باجي له؟ لا عندي دقيقتين. لا دقيقتين ما كفي، ودي اكثر لان قضايا الحقيقه مهمه. خليها بعد الفاصل على رأيك. عشان اسالك انا عن مدنيه هذا المجتمع، قانونيته وعلاقته في الشريعه. توكل. نعم. تبي تعقب شيء دكتور؟ والله بس انا اقول لك ما كنا متزمتين يعني، ما في نعم في هذه هذا. وبعدين الطفره على طول اللي هي بال 75 يت اللي هو اللي يلبسون ماكسي يحطون الحجاب. موضة. قبل موضة. نعم. قبل طبعا كان ماكو حجاب، يعني عبات موجودة طبعا، بس هذيل مثلا المدنيين ما كانوا يلبسوا حجاب، وكانوا في الفترة هذه اللي تلبس حجاب يعني ملفتة للنظر. نعم. ملفتة للنظر. نعم. هو 79 صار الحجاب رسمي. بس أنا قلت يوم البنات طولوا ملابسهم، قلت يا معود ما كل الرجال تقصروا ملابسهم. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود مرة أخرى.
عودة أعزائي المشاهدين، مستمرين معاكم وضيوفنا لهذه الليلة دكتور عبد الله شريتشا ودكتور خضر البارون والأستاذ أحمد العار المحامي. دكتور توقفنا عن جانب يعني تبي تبين فيه، أنت تبي تعقب على شيء معين إن شاء الله مناسب، ذاكرتك زينة. أي لا بالعكس مناسب إن شاء الله، لكن بالنسبة لكلام الأستاذ أحمد عسى الله يحفظه، القوانين الكويتية طبعا الدستور شيء والقوانين شيء آخر. الدستور يوافق الشريعة إذا مو 96% 95، جيد 95 96% تقريبا هذا الدستور. نعم. الدستور نعم. نعم غير القوانين. نعم. القوانين بالنسبة لقانون الجزاء، قانون الجزاء يوافق الشريعة 100% في جانب، وهو جانب تجريم الجرائم الشرعية. يعني كل جريمة جرمها الشرع ورتب عليها حدا هي مجرمة في الكويت. الحدود كلها يعني جزاء. عندك مثلا شرب الخمر. نعم. مجرم. عندك الزنا مجرم. عندك مثلا قطع الطريق مجرم. عندك مثلا القذف مجرم. كل الحدود مجرمة في الكويت. نعم. وين صارت المخالفة؟ المخالفة صارت في العقوبات، هي مخالفة للشريعة في العقوبات. في العقوبات. نعم. الإخوان في اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال الشريعة طالبوا بتعديل 15 مادة من قانون الجزاء، لأن في مواد الناس تشوف يقولك هذه مخالفة للشريعة وهي في الحقيقة مو مخالفة للشريعة. يعني مثلا السرقة، عقوبة السرقة لها شروط، شروط دقيقة ما هي سهلة. فأنت أحيانا إذا شكيت في الإنسان أو حتى هو اعترف أنه سرق لكن ما توفرت شروط إقامة الحد، مثلا ما سرق من حرز يعني من مكان محروز فيه، نعم. هذا تستطيع تعاقبه تعزيرا بأي عقوبة، تسجنه، تعاقبه بغير العقوبة، تفصله من الدوام، تخصم عليه، تغرمه وكذا. لكن إقامة حد مثلا قطع يد السارق، قطع اليد الآن مو يعني دام ما توفرت الشروط ما يشرع. جيد. نعم. هو ما يشرع. وأنا ليه كتاب في هذا الموضوع اسمه تصحيح مفاهيم حول الإسلام. نعم. وفي بيان هذه الأمور، مو ناس ما الناس تظن أن الشريعة تتشوف لقطع اليد وكذا، لا هذا يعني الأمر ترى مو بالسهولة هذه للناس تظنها، هذه اليد مو سهلة، دية هذه اليد لو واحد اعتدى على يد الأخ بنور دية نص دية الإنسان لو نعم. قتله النص. نعم. باليد فقط. نعم لكن هذه اليد إذا خانت واعتدت على حقوق الناس لا أهدرت، ولذلك يقولون لما كانت أمينة كانت ثمينة. نعم. ولما خانت هانت. نعم. لكن أعود إلى نفس النقطة، إذا هذه المادة إذا كانت تعاقب السارق الذي لم تتوفر فيه شروط إقامة حد السرقة. نعم. تعاقبه بالسجن أو غيره، جيد، هذه ما نقول أنها مخالفة للشريعة، واضح؟ نعم. إذا حصلت المخالفة هنا، قانون المدني تقريبا 1081 مادة، جيد، لجنة استكمال الشريعة طالبت بتعديل 40 مادة فقط. فقط معناها فقط موافق من 1081، يعني كم؟ يعني عندك 1041 مادة متوافقة سليمة. مع الشريعة. نعم. قانون الأحوال الشخصية 54/84، هذا القانون فيه أمور يعني يراها البعض مخالفة للشريعة، لكن خلني أضرب لك فيها أمثلة. مثلا هم طبعا أخذوا ببعض فتاوى ابن تيمية في قضية مثلا أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. نعم. والحقيقة أن هذه المسألة الكثير يرجح هذا القول أن هذا هو الصواب، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو نعم. بكر رضي الله عنه صدر من خلافة عمر إلى آخره. نعم. تجي قضية الوصية الواجبة، شنو الوصية الواجبة بنور؟ أن الواحد لو توفى وكان ابنه توفى قبله نعم. عند أحفاد. صحيح. إنزين القانون يورث هؤلاء الأحفاد بالوصية الواجبة، يعني كنا أوصالهم. بالضبط. الوصية الواجبة قال بها بعض الفقهاء منهم ابن حزم وغيره، جيد، وإحنا عندنا نص يعني فقهي مهم. نعم. يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. الحاكم الحين إذا اختار مسألة، يعني مثلا أقول لك أنا يوم حاكيك أنا أرى أن الطلاق البدعي لا يقع، يعني لو طلق المرأة وهي في الدورة الشهرية أو طلقها في طهر حصل فيه جماع، حصلت فيه معاشرة. نعم. ما يقع الطلاق. تدري هذا لو يطبق يعني شنو؟ يعني 97% من حالات الطلاق اللي شوفها بالكويت ما تقع. ما جيد؟ نعم. وكنت متحمس قبل يعني أيام الشباب أني أشجع بعض النواب يعدل
بعدين خفت والله. السبب؟ خفت تورعا يعني. نعم. زين، هو الحين القانون الكويتي يوقع هذا الطلاق. جيد؟ ليه؟ إذا أنا لو يتدقى لي واحد يقول لي والله أنا القاضي حكم أن الطلاق وقع، وسمعنا أن الشيخ ابن باز وفلان يقولون ما يقع، أقول له خلاص دام حكم القاضي انتهى، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. يرفع الخلاف، نعم. نعم، إذا القوانين عسى الله حفظك فيها مخالفات للشريعة هذا لا أحد، ولكن يذعن لها الإنسان. نعم. كونها من باب حتى في أمور يعني ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الإنسان إذا اضطر جاز له أن يأخذ من الآراء الأخرى. نعم. جيد، واللي يقول لك يعني سواء من النواب ولا غيرهم أنا والله بقاتل عدل المادة الثانية وكذا إلى آخر، ترى المادة الثانية ما منعتك تشرع ما يوافق الشرع وتعدل ما يخالف الشرع، إذا كذي لا تجعلها هي لأن جعلت الشريعة مصدر رئيسي، مصدر رئيسي. والمذكرة الإيضاحية التفسيرية بيّنت أن المشرع يحث النواب المشرعين على التوجه للشريعة، بعض الأحكام الإسلامية طبعا صحيح. الشريعة بالمفهوم الصحيح يعني، هذا خلافنا. لا لا يجي واحد يفهمه شريعة معينة ويجي يحاول يمررها علينا أو يفرضها علينا، هذه نقطة. النقطة الثانية الله يحفظك، أنا ما ودي يعني الآن القضاء لابد من وجوده حتى لو كان في شيء من القصور. نعم. كل عمل بشري أكيد بيكون في شيء من القصور. صحيح. عشان كذي الفقهاء والمحدثون كانوا إذا بدأوا كتاب القضاء يبدأون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الحديث شنو مناسبته في القضاء؟ علشان يبينون أن القاضي إذا أخطأ في الحكم فيرد عليه حكمه. نعم. ما يقبل، وهذا مو ترى حتى في الكويت. في الكويت عندنا احنا القاضي لا يساءل، استئناف ما لا يساءل، لكن درجات التقاضي ممكن يبطل حكمه هي من تصحيح. ليس صحيح. كذلك صحيح. في امور كثيره. ارجع القضية ثانية اخوي بنور، قبل ترجع لها دكتور، يعني احنا حتى عندنا الان في الجانب المدني يعني في الدستور عندنا انه مجلس الأمة لما تم تسميتها الأمة العربية. نعم. إنزين العيم شو؟ مجلس. مجلس الأمة. لا. سمي مجلس الأمة. لا أنا من باب إنه هو جزء من الأمة، الشعب الكويتي جزء من الأمة العربية. لا ما أظن سموه مجلس الأمة نسبة إلى الأمة العربية في المذكرة التفسيرية. الأمة هنا يأخذون فيها الشعب. لا هم قالوا لأن الشعب الكويتي جزء من الأمة العربية. لا لا أنا أظن إن مجلس الأمة أظن ما أنا. لا هو في المذكرة التفسيرية موضح كو سمي أمة كون الشعب الكويتي جزء من الأمة العربية. نعم. طيب إحنا عندنا مواطنين عيم. نعم. شون القومية هذه اي والله انا اقول لك بنور لا يغرك الكلام، فهذا ينسحب على حتى على القوانين. نعم. يعني حتى على إن شنو على على, على على اسلمة القوانين مثلا في المادة الثانية وغيرها، انه هذا الدستور يخاطب عصر غير عصرنا الحالي. نعم. هو طبعا الدستور مو معصوم اكيد، واللي كتبوه ما هم معصومين. نعم. في اخطاء في اشياء ممكن، وعشان كذا هو الدستور نفسه سمح للاعضاء يعدلونه. صحيح. لو كان يرى نفسه انه معصوم ولا كذا مو صحيح. فمن الخلل الاتجاه الى الماده الثانيه، لان اساسا هذا هي هو مصدر رئيسي للتشريع اللي هو اي ماده الماده الثانيه. ايه هم يعني دعوه يعني اللي يقول لك انه في مخالفات وتحمل الشفافية شوي، يقول لك أن المادة الثانية هذه مخالفة، والمادة الرابعة اللي هي حصر الحكم في ذرية مبارك. نعم. يعني هذه الأمور إذا أخذت فيها مناقشات قد تجد لها. نعم. ما له يعني الماوردي وغيره حكى الإجماع على أن ولاية العهد تصح، يعني الحاكم إذا قال ترى ولي عهدي من بعدي خلصنا جيد وانتهى الموضوع. نعم. إذا أولاه العهد، فالأمور فيها أخذ ورد، لكن في مخالفات طبيعي، في مخالفة برجع يحتاج لي تعديل. بس خلنا نكمل نقطة بعدين على راحتك. بس على السريع القضية الثانية، ترى أبو أنور ترى الأصل في الكويت كان الحكم الشرع، كان أحمد الجابر يا مال الجنة يجيبون له حكم الشرع يحطه فوق رأسه يقول هذا حكم ربي. نعم. كان سالم بن مبارك يحكم الشرع ويفتر بالليل يدور اللي لا قدر الله سكران ولا راعي خرابيط راعي كذا. لذلك احنا في موروثاتنا أشياء جميلة وفيها أيضا أشياء قبيحة. نعم. مو كل شيء قديم معناه انه زين، يعني اعطيك مثال الحين، مثلا الحين اكثر اهلنا قبل ما يقرون يكتبون، عدل؟ صحيح. الحين من فضل الله يقرون يكتبون، يجيك واحد يقول يا اخي ايش كنا ما نقرا ونكتب احسن، لا مو صحيح. كان في عادات سيئه، كان في مثلا تبرد، كان في شرب خمور، كان في دور للدعارة او غيرها، اذا وجدت هذه ترى احنا مو شعب الله المختار. نعم. يعني في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم هناك من شرب الخمر.
صحيح. من زنى وقام من مجتمعات الأنبياء ما فيها مجتمع معصوم. تسمي تطور جيد هذا؟ تطور جيد إني أنا أترك الأمور السلبية. نعم. باتجاه الشريعة مو بس كذي يعني الحين الخمر مثلاً هل أحد يختلف على قبح هذه؟ طبعاً أنا ضد قانون الكويت. ليش؟ لأن القانون يحبس في شارب خمر صح؟ في العقوبة. صحيح. يعني هذا أنا بدال لا أجلد 100 جلدة جلدة رحيمة. عقوبة كذي نفسية أقول أروح بيتكم أقطة سجن سنتين مع أهل المخدرات مع القتلة مع أهل الاغتصاب مع المجرمين هذا شنو بيطلع لي باكر سنتين عشان شرب خمر مثلا يعني تحتاج تشوف الحد القرآني أرحم على الشخص هذا من المدني القانون اسأل الأخ أحمد لا يحمي المغفلين صح هو وضع دكتور ليحمي المغفل هو وضع ليحمي المغفل المفروض نعم لكن واقعيا مقولة يعني فقه عرفي في القانون أنه لا يحمي المغفلين الشريعة تحمي لو واحد قص علي خدعني ضعني سيارة فيها غش ولا بيت ولا كذا ولا أمور ولا يعني استدرجني الشريعة تحميه ما نبي هذا وخلاص نعم. نبي العدالة نبي الشريعة بالمعنى اللي تزرع القيم الصحيحة نعم. مو بس أن البعض ينظر إلى قضية الحدود فقط الحدود ترى يمكن تمثل من الشريعة 1% هذا طبعا ما ينظر له ما أقدر أسميهم ليبراليين لكن الفكر الآخر يعني نعم. هو من يبرز دائما السلبيات عندكم أو في المجتمع الإسلامي كما بعض الدعاة للأسف انساقوا لهذا الشيء وبدأوا بس يعني برؤية الأشياء التعيسة عند الجانب الليبرالي نعم. دكتور خضر البارون نعم. يعني الفرد الكويتي بثقافته النفسية بالموروث اللي عاش فيه بهذا التنوع اللي سولفت عنه في السبعينات وغيره نعم. اختلف في الحقبة هذه هل اختلف تكوين الفرد الكويتي الفكري مثلا نعم. مع الدراسة مع التوسع مع السفر نعم. اختلف للأفضل الأسوأ احنا شعب متزمت ام نعم. شعب يعني وسطي لا بالعكس احنا شعب وسطي وشعب متآلف مع بعض استفاد من هذه الحقبة في التعلم في التطور في التقدم واستخدام التكنولوجيا وما شابه ذلك كلها وظفها في سلوكياته في أداء اليومي في عاداته في يعني الآن الكويتي يعني واعي يعرف هذا خطأ ويعرف هذا صح لكن طبعا كل مجتمع له شذوذ نعم فأكو ناس يوظفون هذه التكنولوجيا إلى هذا التقدم هذا الحضارة وهذا السفرات إلى أشياء مثلاً تضر فيه وتضر في المجتمع نعم وأكو ناس لا والله توظفها بحيث أنه يعني يصير أكثر تكيفاً مع الحياة أكثر تطوراً يستخدم هذه الطاقات في أنه هو يزداد علماً يعني ما يوقف عند شيء معين يقول خلاص أنا اكتفيت علماً إنما لابد أن يكون هناك دائماً استمرار في تزود هذا العلم وأنا أشوفها والله بالعكس أنا أشوفها أنها ظاهرة إيجابية بأنهم يتسلحون بالعلم والسلاح بالعلم هو المهم جدا في هذه الحياة اليوم مفتاح الحياة هو العلم طيب دكتور يعني حدثني مثلا أنا ما أبي أعطيك ما أبي يعني أسبق عليك أن أنت لا. المخالف لنا أو لا. المخالف للطرح الإسلامي لا. لكن فيما يخص مثلا أنت في جامعة الكويت نعم يعني درست هناك وأعتقد تدرس هناك طبعا أكيد في الهيئة التدريسية الآن صح. ما طرح في موضوع الاختلاط نعم من ترسبات نفسية نعم وسلوكيات اجتماعية نعم هل هو حقيقي عندما نختلط نعم ممكن احنا معرضين للمفاسد اكثر من عدم اختلاطنا والله يعني انت من باب انك درست شوف بالفصل انا صار لي 30 سنة الان ادرس نعم. كنت اول شيء معيد وبعدين صرت دكتور نعم لم الاحظ ولم اشاهد ولم حتى اسمع الا نادرا انها صارت هناك فاحشة بل بالعكس عندما أدرس وأنا أكون مبسوط جدا لما يكون هناك مجموعة من البنات مجموعة من الأولاد هذا اللي قاعد لحالهم هذا اللي قاعد لحالهم كل واحد محترم نفسه كل واحد سلوكياته من أروع ما يكون والتنافس ما بينهم شديد جدا لطلب العلم من أي باب مر هؤلاء اللي ادعوا أن في عندنا مشكلة في الاختلاط تحدث مشكلة واحدة نعم. كبروها هذا اللي هي ظاهرة مظاهرة ولا هي ظاهرة نعم. ولا هي ظاهرة ولا ابدا ما هي ظاهره ابدا الظاهره اذا صار مثلا والعياذ بالله ان والله لص اللي هم البنات اللي بالجامعه حبل غير شرعي مثلا هذه اللي تقول ظاهره لكن واحده ولا ثنتين شلون ولا شيء هذا يحدث حتى بالاسواق هذا يحدث ايضا بال 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 اي وزاره من الوزارات نعم اي مكان
حتى بالمستوصف يصير اي مكان يصير. لا ترى الاختلاط ظاهره سلبيه ابدا ابدا. وانا من الدعاة بالعكس اقول دائما خلوا الاولاد خاصه بالجامعه يعني انا اقصد انهم يكونون مع بعض لان هذا يقوم السلوك. الغريب الغريب في في الحقنه الذهنيه اللي تعطينا اياها الدوله. نعم الدوله بشكل عام. نعم نعم حكومه ومجلس ومجتمع. نعم ان يخلق لك صوره ذهنيه وانت طفل صح يحطك بالصف ويا وحده. نعم ويب فوقي لا ما يصير. هذه كيف نقبلها؟ يعني هل المفترض اذا نبي نقضي على منع الاختلاط مثلا نعم ان نبدا من رياض الاطفال يفترض؟ طبعا ايش حق انا مو من دعاه اللي لا مو من دعاه اقصد نعم. لو جينا فصل التعليم نبي نؤمن نعم. اليوم يعني بنظريه فصل التعليم نعم. نبي نفصل التعليم هذا تعليم اناث مثل ما هو في المتوسط والثانوي نعم. والابتدائي هل واجب علينا ان نبدا من القاعده؟ والله شفت ترى اذا ما في يعني اذا في فصل الدوله تخسر اموال طائله. اترك عنك الاموال ادري أنا أقول اليوم. ادري حتى يعني حتى في رياض الاطفال هذا معناته انه مدارس كثيره، هذا معناته انه مدرسين تتشكل شخصيه الطفل من الصغر وهو لا طبعا هو يعني الانسان لما يكون واعي يعني خاصه اللي هو في خلينا نقول الطفوله المبكره يسمونها نعم. يعني اللي هو الخمس سنوات الاولى هذه ما يكون واعي للدرجه هذه انه والله هذا بنيه وهذا ولد. اذا هذا منعكاس حق فوق لا ابدا جميل بس بنور اذا اذنت لي نعم قد يعرض عقب على نعم. كلام الدكتور بس سريع عشان اروح أيه باذن الله. اول شيء قضيه اختلاط الاطفال مختلفه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بينهم اذا بلغوا عشر نعم فهني يختلف الوضع. ثاني شيء الحقيقه ما يخفى عليكم ان قضيه الاختلاط يعني منعت برغبه شعبيه قانون عن طريق نعم. مجلس الامه صحيح. الاكثريه يمكن الان هذا راي الدكتور عسى الله يوفقنا بس لم تطبق. لكن اقول لك الان القضيه أكثر الشعب ضد الاختلاط في التعليم ضد الاختلاط في كذا. احنا نفرق بين اختلاط عابر أنا أروح وياك الجمعية وفي أخوات وكذا ونشتري ونمشي سوق ما سوق وبين اختلاط لا في وزارات في مستوصفات في أو في كذا. ولذلك الكويت يعني شوف ابتدائي ما في اختلاط ما في وسط ما في تعليم كله ما في للجامعة ثانوي ما في اختلاط وما في مشاكل بالعكس الكل مرتاح جيد. أضف عندك مؤسسة تعليمية ناجحة ومن زمان ما في اختلاط اللي هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي نعم. بكل كلياتها ومعاهدها ما في اختلاط. زين ايش المشاكل اللي في جامعة الكويت؟ نعم المشاكل اللي كانت في الجامعة أنا طبعا يمكن درست في جيل بعد جيل بس أنا عارض درست فيها سبع سنوات درست التطبيقي فيها نفس المشكلة بالجامعة. لا هي شنو المشكلة؟ نفس العدد نفس العدد اللي هم يشتكون على أساس التغاء بين اثنين ايضا ترى موجوده بالجامعه نفس العدد ايضا بالتطبيق رغم انه انفصال. نعم اوكي ماكو هو دكتور درست اي سنه دكتور انت بالجامعه؟ انا درست ثمانينات انا يعني طلعت من الدراسه ودخلت داخليه و11 سنه بعدين كملت دراستي التحقت في كليه الشريعه سنه 96 لكن طالع السابع في الكويت على الثانويه العامه مع الدين الحمد لله وبعدين دشيت الشريعه وقبلها يعني كانوا الاهل يدرسون كليه التربيه إيه اوديهم واجيهم تعرف اللي متزوج طالب يصير سايق انا ذاك الحين الامور فكنت يعني من تقريبا 92 الى 96 ف استمريت على هالحال فعايش الوضع يعني عايش الجو ما في. انا اظن الدكتور ما يخالفني ان الطالبه تاخذ راحتها اذا كانت في قاعات لحالها بروح صح ولا خطا؟ نعم. تاخذ راحتها حتى انت وانا ما تقدر تاخذ راحتها ليش تاخذ راحتها والدكتور موجود؟ اي وانا ريال قاعد اهرسها مو وهذاك طالب شنو يعني؟ الدكتور يعني اسف بعد بس اقول يعني ما يخالف بس للتوضيح يعني الدكتور اللي كبير في السن ما عامله مثل لا حتى شباب عندنا صح ولا خطأ؟ شباب عندنا الشباب انا عندنا عندنا على 32 عندنا 28 دكاتره هم هذا دكتور خلينا ندخل من جانب شرعي في ما يمنع في موانع شرعيه فقهيه تمنع مثل هذا النوع من الاختلاط في اماكن الدراسه او العمل في شيء في التراث نصوص كثير نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص للنساء يوما ليعظهن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد امر النساء تتاخر في المسجد جايين يصلون نعم. عرفت ومع ذلك منع هذا في صلاة العيد وكان يخطب في الرجال بعدين يوجه للنساء نعم. ولما أمر أم سلمة تطوف بالبيت قال طوفي من وراء الناس يعني وراء الناس يكون كذا إلى آخر مع أن ذلك الجيل يعني أطهر من قلوبنا أبو أنور وكذا نعم. والاختلاط مو بس الكويت ولا الإسلاميين ولا غيره الغرب الآن كثير منا قاعد يطالب بالاختلاط نعم.
تقارير عن هذا الموضوع بفصل الاختلاط. وبعدين إذا الدولة والله الدولة هاللي ما شاء الله تبذل بذل كبير خارج داخل الكويت تجي على قضية الاختلاط تحصل جميل. مشكلة بس لحظة واحدة عقب كثير من يعارض الاختلاط يودون أبنائهم جامعة أمريكية نعم. وراضين مع أنه وقع على اللي هو إيه بس الدكتور فصل فيها في جزئية دكتور نعم. أنه هذا رأي أغلبية مجلس أمة ما نملك إلا مش نذعن له لكن نعدله من خلال القنوات الدستورية نعم. صحيح. بس أنا ما أشوفه مشكلة المشاكل في الكويت نعم. أنا ما أشوفه هو المشكلة نعم. رقم واحد نعم. هي مشاكل كثيرة أكيد. أحمد العار محامي لجنة ظواهر سلبية لا أريدها من شق سياسي أتحدث عن شق قانوني في دولة فيها حرية الاعتقاد فيها حرية الحرية الشخصية بحدود طبعا بما يبين قانون القانون اليوم شنو معيار أن هذه ظاهرة سلبية اليوم في أشخاص يرون جعفر محمد ظاهرة سلبية يطلع كل خميس وجمعة يقول ألفاظ مزينة أو يبطل عينهم على أشياء خاطئة يراه الآخر لا فإيش المعيار القانوني لما نجي نسوي قانون أو ننشئ لجنة في مجلس الأمة تشريعية إيش معيارنا يعني هل معيارنا الشريعة الإسلامية أم الباعث الاجتماعي يعني اليوم تدري من أول تبس طلعت واحدة في التلفزيون تشوف أن النقاب ظاهرة سلبية تشوف أن البرقع ظاهرة سلبية هي تشوفه وين المعايير هنا كيف؟ أنا تسمح لي قبل أجاوبك بس أعقب على الدكتور إيضاحا يعني لأنه دخلنا في هذا وقتكم هذا أربع دقائق الدكتور عبد الله على ما يبدو أنه فهمني يعني خطأ أنه القوانين الكويتية ليست شرعية أنا دخلت في التفاصيل أنا كان بناء على سؤالك أنه القوانين التي تصدر من مجلس الأمة هل هي وفق الدستور أو لا لذلك استشهد الدكتور في قانونين وقوانين أكثر أو عدد من مواد معينة فبالتالي ما قلته يؤكد أن الجزء الأقل هو من الشريعة والجزء الأكبر ليس من الشريعة بالنسبة للدستور في أمور تصدم مع الشريعة الإسلامية فضلا عن أنه إيش أنه قانون الجزاء جرم السكر لأنه هذه هو لم يجرم شارب السكر وإنما جرم السكر البين لذلك شارب الخمر في منزله لا يجرم ولا يعاقب وإن بلغت عنه حتى في الشريعة دكتور صدق شارب السكر واحد شارب بيته ما حد درى عنه بين لا يجوز أنا أروح أقتحم بيته أشوف هناك دكتور هناك السكر البين لذلك السكر الخفيف لا يعاقب عليه السكر البين هذا هو النص فبالتالي هذا يعني إيضاح للنص القانوني يمكننا ما بالنسبة للخلاف اللي بين الإخوان على قضية الاختلاط أنا ضد الاختلاط قناعة يعني للأمانة لكن الظاهرة فعلاً السلبية وين درست أحمد؟ أنا خريج الأزهر شريعة وقانون أوكي. أنا ضد الاختلاط لكن الظاهرة السلبية فعلاً أن تكون هناك سياسيين وقنوات وإعلام نناقش ظاهرة الاختلاط ونعطيها الأهم والأولوية هي مشكلة وهي أزمة لكنها ثانوية تعالج فيما بعد بعد أن تحل الأمور الأهم نعم. لذلك أن تطرح الاختلاط في كل موسم أو في كل فصل تشريع أو في كل انتخابات أو في كل ندوة أو في كل قناة أمر أنا أرى أنه يعني أعطيت الأمر أكبر من حجمه جميل أمر جدا يعني بس هذا أستاذ أحمد يوجه للأخوة اللي يطالبون بإلغاء القانون الحين هو قانون خلاص رغبة شعبية صح ليش تركتوا كل قضايا المجتمع يعني. والشعب والدولة ومسلطين الضوء على بس هالقضية نبي نرد الاختلاط دكتور يعني أنا هني مجبور أصير شوي أرجع بالسياسة أرجع حق السياسة الشخصية السياسية هو كان انتصار طرف ضد طرف يعني إحنا يعني شوف تاريخ الكويت يقول كذي تاريخ الكويت السياسي ألقيت الدولة في أحضان التيار الديني سنة 78 ألقيت سلمت سياسيا طبعا هي دولة دينية 100% الكويت دولة محافظة لكن سلمت إلى التيار الديني في 78 في صفقة سياسية فما حقق هذا النجاح إلا في قانون منع الاختلاط ما استطاع أن للأسف الفريق السياسي الإسلام المتمثل بالإسلام السياسي الكويتي ما أقنع خلق الله نهائيا يعني بيت التمويل رائدة جابر الأحمد مهمة هو اللي صنع هذا الكيان صح. تتفق تختلف معه هم ما قدموا رؤى إلى أن جوا في التسعينات وعطونا هذا الجانب الفريق المقابل لهم شنو كان يعطيهم إذا بتمنعون الاختلاط المنقبة ما تدخل كلية الطب فصارت على حساب خلق الله على حساب بنتي وبنتك زين اليوم أنا بنتي اختارت أنها تكون محجبة أنت شنو مشكلتك معاي فهو صراع سياسي بس خلنا صراع فصائل مو على جوهر هذا أوضح لك نقطة شيء ما همهم عيالنا والله خلنا أوضح لك نقطة وصريحة نعم التيارات الدينية السياسية في الكويت مو بالضرورة تمثل الشعب بالضبط أنا حاجي يعني إمام مسجد وخاطئ ما حد يمثلني أنا يمثلني الشعب الكويتي صحيح يمثلني الشرع ولي أمري صباح الأحمد الله حافظه بس ما عندي غيره نعم
عرفت ولا لا؟ فهم مو بالضروري، لان احنا ندري بعض هالتيارات هو صراع سياسي ويدرون ان نحبهم ونبي لهم الخير، بس هم بعضهم يقدم مصلحه التيار على الشرع، هو صراع على الشعب بالضبط، على الوطن بالضبط، على ما موجود، فهو صراع سياسي. أنا اصلا احيانا نفس هالقضيه اذا اثارها طرف من هؤلاء، يعني الاخوه الله يهديهم، تيار ديني ولا غير، مع ان القانون خالص يثيرها عشان يغطون على قضايا ثانيه، بالضبط، يشغلون الناس بقضايا ثقافة للهاء هذه. تفضل. الظاهرة السلبية إيش معيارها؟ هي أنا بس هي أخرت الكل، لكل الفريقين، يعني كل فريق يطرح للأمانة يؤخر أو يغطي، لذلك نادي بالإنجازات اللي حققتها جميع التيارات بمختلفاتها. نعم، طلع لي إنجازك واترك عنك قضية الاختلاط، ما في، تعالج فيما بعد، قليل تؤجل قبل التأجيل. فبالتالي هي من كل الفريقين، يعني الأمر اللي كنت. أما القناعة الشخصية وأنا ضد الاختلاط. أما بالنسبة للظاهرة السلبية، هي حقيقة ظاهرة قد تكون إيجابية أحيانا. قطوني الظاهر تبي تسمع في قطة هنا شوت هذه، بس طق لهذا خليه يطلع، لا يكون تخاف من القطاوة، لا هو برا. قد تكون الظاهرة أحيانا إيجابية وسلبية، حكم المجتمع عليها. لذلك أنت سألت عن المعيار، حكم المجتمع ووضع الحكم لها إذا كان سلبيا ومستهجنا وغير مرغوب فيها، أصبحت هنا مشكلة اجتماعية تقدر أنك تقول عنها ظاهرة سلبية. هذا معيار، المعيار الأساسي لقول بأن هذه ظاهرة سلبية هو المجتمع، مجتمع بإجماع الإجماع. نعم نعم، الإجماع. لذلك أما أن يخرج أن تخرج واحدة يعني تقول أنا ما شفتها هذه، اللي تقول النقاب ظاهرة سلبية، هذه آراء شاذة. لذلك يعني أيضا الرد عليها بأنه هي تعاني من إعاقة ذهنية يعني شديدة للأمانة. فبالتالي مسألة أنه شخص يبي يقوم المجتمع لوحده، لا، الظواهر السلبية ولجنة الظواهر السلبية التي قامت كانت بتوافق من المجتمع، تصويتها أيضا، نعم، تصويت اللي راضين 44، الحكومة مع، بل شكلت نموذجا للتعاون ما بين السلطتين. نعم، في قضية المخدرات، فبالتالي طريقة إنشائها وقيامها تعد يعني حسنة. القضايا اللي قاعد تناقشها ما قاعد تناقش قضايا دينية، أنا اطلعت على عملها ما قاعد تناقش قضايا دينية. نعم، هي قاعد تناقش قضايا مهمة ومجمع عليها من كل الفريقين. هي قاعد تناقش قضايا المخدرات في السجون. نعم، وبإحصائية من وزارة الداخلية، يعني هذا حكي الحكومة، وزارة الداخلية تقول لك يدش السجن سارق يطلع مخدرات نسبة. نعم، 65 إلى 70%. صحيح، كارثة. نعم، هذا حكي وزارة الداخلية. قاعد تناقش أيضا تسرب الاختبارات والغش. أنت الآن عندك المستوى التعليمي لدولة الكويت المراحل الثانوية. نعم، 103 على مستوى العالم، والجامعي المتأخر تصنيف جامعتك أنت 2800، وتمنع جامعات برا، طايفتك ما تشوفك، فأنت عندك مشكلة. هذه اللجنة الظواهر السلبية قاعد تقال هي كل اللي تملكه. لماذا ألبست ثوب الدين؟ ألبست ثوب الدين، كل واضحين ليش؟ كلكم واضحين، لان محمد، لان ابو عبد الله هو اللي طلع محمد هايل. الحقيقه ان ابو عبد الله ما انشاها، هي انشات في 2006. نعم، هذا لكن على ما يبدو انه كان له دور فعال في 2009. نعم، فنسب الفضل لمحمد هايل، هو فعلها في 2009 وحقق. ليش يذكر. ليش البسناها ثوب الدين؟ يعني دير بالكم ترى بيصادرون الدين عليه. الخلل عند من انه ماخذ القضيه شخصانيه مع محمد. نعم، لانه انت تعارض الفكره ثم تنضم للعمل مع هذه الفكره، وهي اللجنه عمل جماعي. نعم، هذه يعني حصلت خالد الشطي وصفاء. انت مو مقتنع في قيامها، مو مقتنع في قيامها وداخل في تعمل معها. اللجنه هي عباره عن عمل جماعي، اللجنه لا تناقش بمزاجها وانما تواقش وفقا لراي المجلس. فبالتالي هي تجد اساسا قانونيا، وتجد اساسا مجتمعيا، وتجد اساسا اخلاقيا، وكما قال الزهاوي هو اديب، رب اخلاق صانها عن الفساد. نعم، رب اخلاق صانها عن الفساد خوف قوم من النقاد، واذا لم يكن هناك نقد عم اهل البلاد سوء الاخلاق. فبالتالي هي اللجنة قاعدة تناقش مشاكل مهمة جدا، وأنا أرى أن قيامها واستمرارها وإنجازها للأمانة، لكن أيضا مطلوب منها تتقدم وتطور. وجودها قد يغمع بعض الظواهر اللي على وشك أنها تطلع. وجودها أفضل من إزالتها. جميل. دكتور خضر، يعني قبل أروح حق دكتور عبد الله. نعم. أنت عرفت الظواهر السلبية في البداية، سولفت عنها في هذا الجانب، لكن والمعيار هني واضح عند الأستاذ أحمد، لكن ارجع مره اخرى لدور الاعلام، لدور السوشيال ميديا، لدور. نعم، البيت. نعم، اليوم انا طرحتها مره في التلفزيون في حالات المثليين، في عندنا موافقه مسبقه من مجتمع اصلا، يقول لك انا ابوي مثلي حبيبي، احنا عايشين في هذا الجو. طيب هنا كيف تتعامل الدوله، المجتمع، وسائل الاعلام؟ نعم، ما الدور المنوط فيها لمساعده هذا المجتمع في ان يتنظف؟ نعم. نعم، انا كنت مره في لقاء مع مثليين، وهذا المجموعة كانت تضغط وتقول لازم ناخذ حقوقنا، فقالوا لي ما رأيك؟ قلت له يبا أنا إنسان ديني ما أقدر أني أنا أقول والله روحوا تزوجوا مع بعض، روحوا اعملوا مع بعض، روحوا تسووا اللي تبون، اعملوا حقوقكم. نعم، ما يصير، لأن أنا عندي عادات وتقاليد ودين وأعراف، فما لا يمكن أني أنا أقبل أنه والله مثل أصير مثل أوروبا ولا مثل أمريكا ولا مثل المكان الفلاني.
احنا لنا تقاليدنا، لا يمكن ان نخلي انا ولا ولد وولدي يتزوج او بنت وبنت تتزوج. طيب وين دور الاعلام، دور السوشيال ميديا اليوم؟ طبعا والله يا ساهم استادي. عزز هذا الشيء ولا قاعد يحاول يحاربه؟ والله احنا طبعا عندنا في الكويت مقصرين، يعني انا طلعت في كذا لقاء وشرحت هو ما هو اسباب اللي هو التحول هذا الجنسي وما شابه ذلك، وقابلت ناس معهم، بس اللي حدث وناس مو فاهمينه غالبيتهم ان هذا يحدث على مستوى الاعصاب، يعني في بعضهم على مستوى الاعصاب. صج مرض هذا يعني؟ طبعا بلا شك راح هو تتدري واحدة منهم ايش قال، واحد منهم ايش قال، فقلت له ان هذا المتحول اللي شال جهاز التناسل الذكري نعم. وحط تناسلي جهاز تناسلي انثى نعم، هذا عمره كله ما يحمل، ليش؟ لما عنده بويضات ولا عنده الرحم تشرد علي إيه؟ شوف مخه، هذا مخه يقول له، يقول انا سرقوا مني هذه البويضات، تصور ولا هذه حاله مرضيه بلا شك. تعتبر ظاهره هو لا هو عايش في هذه اللي هو الاحلام المثليه، ظاهره سلبيه في الكويت تجدها ظاهره، والله طبعا هي موجوده في كثره ترى اذا ظاهره على فكره كل المجتمعات نعم. ماكو مجتمع ترى، ماكو مجتمع في هذا العالم ما في هذه الظاهرة، لأن أسبابها قد تكون بيولوجية، قد تكون على أساس هرمونية، بس ممكن يشجعها المجتمع نعم؟ ممكن المجتمع يشجعها ويطورها طبعا أكيد نعم. إذا ترك لها المجال أكيد نعم. أكيد تطور. يعني هذه أنا تهمني شوي دكتور لأن طرحتها يعني وعلى عجالة، هل عالج الدين هذا الجانب؟ هل عالج الشرع هذا الجانب في الحياة الاجتماعية خاصة فيما يخص مثلي الجنس؟ يعني هل هناك معالجات ممكن نقدمها للجنة الظواهر السلبية، لوزارة الداخلية، لمؤسسات المجتمع المدني، للاختصاصيين النفسيين تساعد في تعديل هذا العوجاج الشخصي، ولا ما في شيء داخل الجنبات هذه؟ نعم، أنا عشان أختصر عليك الطريق الله يحفظك من يسمع أخونا الكريم الأستاذ دكتور فهد دبيس عميد كلية الشريعة. نعم الجديد. لو سمحت بس تعلي صوتك شوي. أقول عميد كلية الشريعة نعم عنده بحث حول أحكام المتحولين جنسيا دكتور فهد. أي نعم بحث مستوفي نعم. في هذا الموضوع، والكتب الفقهاء ما خلت من الحديث عن مثل هذه الأمور، سواء الخنث نعم. المشكل، التشبه بالنساء، تشبه النساء بالرجال إلى آخره. طبعا موجودة لكن الحمد لله أنها ليست ظاهرة في الكون نعم. وأنا ودي بنور عشان يدرك المشاهد الكريم والمشاهد الكريم حقيقة هامة نعم. ترى احنا هنا لما نتحدث عن ظواهر سلبية في المجتمع، ليش؟ لأنها أقل من الظواهر الإيجابية من فضل الله. يعني الكويت مثلا بدون مبالغة مثل هل البياض هذا تشوفه، لكن في نقطتين ثلاث سود، مع الأسف البعض ما يشوف إلا النقاط السوداء ويترك البياض، ولا الحمد لله أخلاق أهل الكويت، تعايش سلمي بين الطوائف والقبائل والعوائل واختلافاتهم، التسامح فيما بينهم، التراحم فيما بينهم. صدقني ما تروح أي بلد وتشوف واحد كويتي عنده مشكلة إلا تفزع له نعم. وإذا لقى عندك مشكلة يفزع لك، ما راح يقول لك أنت صحيح. من أي قبيلة نعم. شنو طائفتك بنور كذا صحيح. سبحان الله يفزعون حق بعض. إذا احنا نناقشها لأنها ظاهرة، احنا نناقش لأن بالإمكان تناقش الظواهر السلبية لأنها أقل نعم. يعني ممكن تحصر، لكن الحمد لله إيجابيات في مجتمعنا والصفحات المشرقة كثيرة جدا جدا. أعود لقضية الإعلام نعم. الإعلام والسوشيال ميديا أكثر يعني ايه. وسائل التواصل. خلنا على الإعلام على ما قاله التقليدي، القنوات والإذاعة جميل. طبعا الإعلام التقليدي هناك إعلام رسمي القيود عليه كثيرة، المتابعة له أقل نعم. وهناك إعلام خاص نعم. جيد ولا لا؟ ثقة الناس به أكثر، مساحات الحرية فيه أكثر نعم. كثير من الكلام اللي احنا قلناه هنا يمكن ما قدر نقوله في إعلام رسمي صحيح. جيد، لكن في نفس الوقت بنور الناس اتجهت إلى الإعلام الحديث جيد، وهذا الإعلام الحديث ما تستطيع تضع عليه أي قيود، ما في ضوابط، حتى بعضهم طور الإعلام التقليدي وجعله إعلام حديث. شلون؟ يسوي لك لقاء برنامج وبعدين نعم. ينشره على صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي. كنت أقول حق الدكتور هذا اسمها الحقيقي مواقع التقاطع الاجتماعي نعم. لأنها تقطع أوصال المجتمع. وجد حتى قضية المثليين، يعني البعض ممكن يمررها لك بطريقة خفية جيد، ممكن يستضيف بنت ولا شيء ولا أحد ويتكلم عن الحرية والتعايش، زي أنا ممكن أتعايش مع واحد مثلي أو شيء أو كذا، يقول لك أنا مثلي إلى آخره بالصورة هذه، يعني مع دعانا للجميع بالهداية والتوفيق نعم. فهذا الإعلام بلا شك أثر. مساء يتكلم الأخ أحمد
أن واحد من كبار المغردين يصور نفسه ويلعب قمار مثلا. أي مصيبة هذه. زين أنت الحين عندك ملايين ما لقيت تنشر لهم إلا القمار؟ انشر لهم الصدق والأمانة والرحمة صحيح. والعدل والكرم والأخلاق والقيم صحيح. والأمور الإيجابية اللي حتى الكل متفق عليها، ما لقيت تنشر لهم إلا هالقضية. لا شك أنها يعني قضية خطيرة. تبقى عاد القضية الأهم، يعني دائما التجاذبات السياسية تنسحب على المجتمع بشكل سلبي. والدين أخوي بنور الكل يستخدم، الحكومات أحيانا تستغل الدين علشان تقمع المعارضة، وأحيانا المعارضة تستغل الدين علشان تقمع الحكومة، وأحيانا تجد الموضوع متأخر دكتور. أحس أني واصل النهاية، بس أنتوا تساعدونها على أنتوا رجال الدين. أي سوري بالكلمة يعني أنا ما أقصدك أنت، لكن ما يقال وعاظ السلاطين أنت ملوت ولاة الأمر، عسى ما واحد قال كلمة لا أوقف حدك وإن جلد ظهرك. يعني مع احترامنا للحديث كله بما معناه، لكن نتكلم يقولون رجال الدين هم من ساهموا في أن تقوم الحكومات الرؤساء البرلمان أن يتخذوا يعني حصان الدين، هم رجال الدين جاهزين. إيش تبي حاضر؟ أنا مع احترامي يعني هذا رأي مطروح. طبعا مو رأي، أنا أقول لك هذا حقيقي موجود. هذا قد يكون موجود. نعم الكل يستخدم الدين بلا شك. لكن مو معنى هذا أن ما يوجد ناس تحمل الوسطية في التعامل بين الحكومة والشعب. أكيد القاعدة عند العلماء إذا كنا عند السلطان كنا للشعب، إذا كنا عند الحاكم قلنا لا خاف الله. أي نعم. واتق الله عز وجل واحرص على شعبك وترى الله بيسألك عنهم. وإذا كنا عند الشعب كنا للسلطان، قول يا جماعة ما يخالف عنده أخطاء، الحكومة فيها سلبيات، لكن احرصوا على الخير اللي عندها، تعاونوا معاها. هذا الدور حارب الفساد بصورة أكثر. هذا الدور الطبيعي. الدور الطبيعي إيه؟ لكن بس في شيء معكوس. اسمح لي أخي بنور، يعني على قدر أتحدث عن نفسي، ما تصديت القضية المظاهرات ثورات المقاطعة، أيضا تصديت لأمور أخرى، كتبت مقالات عن هدايا الوزراء ولعب الوزراء والمناقصات وعن الأثرة وحرمة المال العام، كلها موجودة في الأنباء. وتكلمنا دكتور. حتى بنور دافعنا عن شباب الحراك. نعم. اللي يسبوننا ليل نهار الله يخبرنا وياهم. أمام أعلى الجهات يمكن تدروا ما، لكن نعم. أمام أعلى الجهات قلنا هؤلاء قلوبهم على الكويت ويبون الخير الكويت، لكن أخطأوا في الطريقة. نعم. ما مو معنى هذا أني أنفي. الخطاب الأخير متوافق مع هذه الرؤية. نعم. أنه أخطأنا التقدير. الخطاب الأخير مين؟ الخطاب الأخير مال مسلم؟ اي نعم مسلم جاء متوافق. عرفت انا ناوي اروح له واشكر على هذا. جاء متوافق مع النظريه. اشكر على الخطاب. نعم. لان هذا اشجع خطاب القاه مسلم البراء، يعني اشجع خطاب. ما خالف انتم تختلفون. لا لا مو احنا اقول لك يقول لك اني انا اخطات واني انا امد ايدي للتعاون. توافق مع رؤيتكم. نعم بلا شك. يعني وجزاه الله خير في هذا الخطاب، مع ان انا مسلم ترى من زمان نخالفه في الراي، يمكن ننتقد بس ما نشك انه حريص على الكل. اكيد وانه يبي الخير للبلد. انا عندي تقريبا 3 دقائق فبعطيكم الكلمه الاخيره مع الشكر دكتور. الله يسلمك يخليك. الواقع يعني اذا نظرنا للمجتمع الكويتي، انا عندي وايد اسئله بالسوشيال ميديا لكم يعني حق الدكتور حقكم حق الاستاذ يعني، بس ما في وقت. ايه فالكلمه الاخيره لك من بعد الشكر طالع. احنا يعني هدفنا الاساسي في هذه الدوله، في هذا الحيز، في هذا المنصب، في هذا هو من السوشيال ميديا والاعلام، هو وحده الكويت. لا نمزق الكويت على اساس ظواهر سلبيه وظاهر ايجابيه، لا نمزق الكويت على اساس رتوش مثل ما قال يعني الدكتور، على اساس طاوله بيضاء وطالع بس الاسود، وهذا خطا. ترى بني ادم تعطيه ورقه مثلا بيضة وفيها نقطه، ما يطالع البيضة، لا يطالع النقطه، يطالع وين السواد، مثل هذه القطوه. انا بتسلف بالمخرج دقيقه تفضل. الان من الجانب النفسي، نعم طبيعي اني انا اليوم وانا قاعد في الديوانيه بيتي يدشون علي 2 او في دائره حكوميه، نعم اعرف ان هذا شيعي وهذا سني، طبيعي اليوم طبيعي؟ والله طبعا يعني هل هذا نفسيا طبيعي؟ يعني احنا نصدق من الخاتم ايه؟ واضح طبعا اكيد اكيد 100%. اشوف الدكتور مثلا اعرف المذهب، صح اشوف هذا اعرف انه ليبرال، فهذا نفسيا طبيعي؟ طبيعي احنا في مو قادرين نتعايش معه. لابد ان تعرف ان الله خلق الناس مختلفين. نعم ما خلقنا صوره واحده. احنا نبين هذا الشيء عادي؟ عادي طبيعي طبيعي. يعني انا عندي اصدقاء من الفئه مسيح مثلا،
عندي مسيح، عندي كل الفئات، ما شلون يعني ماكو اشكال، هذا انسان انا اتعامل معاه وابين له انه والله ديني هو التسامح، التسامح السلوك الحسن، السلوك الحسن. دكتور النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه، ما كان جيرانه يهود، ما كان يجيب دعوتهم بالضبط، يعود مرضاهم بالضبط، يتعامل معهم بالبيع والشراء بالضبط، وينهى عن اذيتهم حتى يوم خطأ. صحيح دكتور، حتى يوم اذى جاره ومرض قال وين ما قطت الاذى عندي، راح له وسلم عليه وجد انه مريض. دكتور عبد الرشيد، الكلمه الاخيره لك بعد الشكر. الحقيقه عندي كلمتين مختصرات. طبعا. الاولى للاخوه الاعلاميين، يعني اقول اتقوا الله في الكويت، يعني الاخوه الاعلاميين على مستوى على بشكل عام، يعني عليهم ان يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، لا يثيرون القضايا لتستفز الشعب او تثير البلابل، ناقشوا كما تشاءوا مثل هذه المناقشات الصريحه اللي تثمر. القضيه الثانيه قضيه الحوار، الحوار بين الناس. انا اخوي بنور في مركز اكثر واحد انا دكتور خضر بارون تحاور في الوسطيه. زرنا انا عن نفسي زرت ديوانيات شباب ملاحده، زرت ديوانيات شباب مثلي، في تناصح وفي اشياء وكذا، وترى هو مثل ما ذكر يعني قضيه الهرمونات هذه هي المشكله. زرنا ديوانيات معارضه، معارضين شرسين يخالفون الراي، وزرنا ديوانيات شباب تكفيريين، الحمد لله في استفاده، على الاقل تذيب الحواجز اللي موجوده بالحوار، معنا بالحوار. الله تعالى وجادلهم بالتي احسن، وجادلهم بالتي احسن، ترى ما بالضبط. في وسيله دعويه مثل الكلام. نعم. مثل البيان. صح. وما الا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. ومع الرسول الا البلاغ المبين، تبيان. نعم. هذا صحيح. اللي يبين الامور، وانا اتمنى ان هذا يتبناه او تتبناه جهات رسميه، حوار وطني، لعل الله عز وجل يذيب به الكثير من المشاكل. آمين. نبتعد على الاستفزاز، ترى من اخطر الامور عندنا. صحيح. انه يطلع عضو او مرشح، وقلتها مساء، اللي بالدائرة الاولى يستخدم استفزاز لطائفة معينة عشان يتكسب الاصوات، واللي في الدوائر الثانية يستخدم خطاب معين عشان يتكسب الاصوات، وفالتالي من اللي راح يخسر لولا قدر الله اشتعلت الفتنة؟ الكويت. الفتنة ترى صحيح. مثل الشرارة. نعم صحيح. مثل النار تبدا بشرارة واطفائها صعب. الله يكافينا شر ان شاء الله. كلمة اخيرة لك اخوي احمد. أنا أشكرك بداية. بالنسبة للظاهر السلبي المدعوين لأجله، يعني إحنا تكلمنا بعيد عن الظاهر السلبية. هو الصيدة كذي. هي دورها. نقول حق ضيوفنا ترى ظاهر سلبي. هي دورها وقائي. ندخل بعدين جانب. دورها وقائي، وأنا أرى أنها يعني قائمة بعمل جيد. أما بالنسبة للخطاب. أنا أؤيدها على كل حال. أنا أيضا تعقيبا على الدكتور عبد الله وأحبه في الله ويعلم ذلك، أنه الخطاب الديني وأنه يعني المعارضة أو الخطاب الفريقين، أيضا الخطاب الديني في الفترة الأخيرة استخدام بتغطية عيوب الحكومة، وكأننا في حكومة مثالية وإحنا متمردين. على العكس للأمانة، بل أننا نعاني من حكومة متمردة في عدم احترام قواعد الكفاءات والضمانات الدستورية والقوانين والعمل وفقا للقانون، وأن لا يكون قانون فعلي، وأمام ناس مصلحين. أيضا أنه الكويت بيضة وفيها نقطة نقطتين، لا إحنا نقول فيها أكثر. اليوم أزمة دكتور، أزمة حرموا من وظائف، هدم جيل كامل، قاعد تصنع مجرمين بسبب قيد أمني. قيد أمني، هذا القيد الامني عباره عن عقوبه من دون جريمه، ارتفعت القيود الامنيه من دون محاكمه. يعني انا بعرف جريمته شنو، يعني هو ما يبي يقول لك شيل عني، يقول لك علمني شنو جريمتي. انا على قيد امني والله، في احد ما عليه قيد امني والله العظيم، هو في احد ما عليه قيد امني. تقدم ولدي حق الضباط، احنا ثلاثه ما علينا قيد امني. انا عليه، هو صاحب مشاكل. تقدم ولدي حق الضباط برفضه، قلت انا ما يصير يرفضون، انا ابوك. يعني اكبر ظاهره سلبيه. يوم رحت قالوا عليك قيد امني، قلت انا مضر حق الكويت، قالوا عاد تشوف من حاطها عليك، انت عليك قيد امني، قد قلت كلمه ولا عندك قضايا وايد، من يشيلها؟ هذا القيد الامني لا اساس له من القانون، تحكميه ومزاجيه. لذلك الخطاب الديني والخطاب الاجتماعي ايضا نفسي، يعني والخطاب القانوني يجب ان يوجه تجاه الحكومه، لانها الطرف الاقوى. نعم. وطرف الذي يملك معول البناء، بالعكس قاعد هو قاعد معول الهدم صايره في الفتره الاخيره. واشكر لك على استضافتك. ادري بقلبك كلام. انا ودي نقطتين وبلو بس انا حسب يعني خبرتي على مستوى اشوفكم اثنينكم قلبكم حكي على مستوى ائمه الكويت، انا عضو لجنه مناصح، ما اعرف امام ولا خطيب ولا شيخ ولا داعيه يقول ان الحكومه ما عندها اخطاء ابدا، ولا احد يقول نطيع الحكومه. تغليظ الخطاب دكتور، تغليظ الخطاب. اقول لك يعني عشان يعني شديد اللهجه على الفريق، مثال صريح ورقيق لين مع الفريق الاخر. افيدك الله يحفظك استاذ احمد، حتى شيخنا الشيخ سالم الطويل ما يقول هذا الكلام. نعم. اطلاقا. ولكن في مخاطبه الحكومه في مناصحات، احنا تكلمنا امام راس الحكومه بكلام ربما زعل منا الكثيرين. نعم.
وتكلم ودافعنا عن شباب الحراك وطرحنا يعني قضايا ثانية. نسأل الله أن تكون هذه خالصة لوجهه، وإذا التقينا بالمسؤولين نوصل لهم الرسالة حسب الاستطاعة. وكتبنا حتى في خطب الأوقاف كتبنا عن حرمة المال العام وحرمة استقلال المنصب وحرمة كذا ومسؤولية ولي الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه أكثر من غيره إذا أخل. ويؤخذ عليكم مثل ما قال الأستاذ أحمد توه، يعني مو شو أخذ، الناس تعودت على الوتيرة العالية، الناس زرع في ذهنها هذا الأمر الوتيرة العالية، يعني يطلع بعض الأخوة ويتكلم أن هؤلاء كذا كذا. لا، ما في. قول لي واحد قال أن الحكومة تطاع طاعة مطلقة، واحد أو واحد قال ترى حكومتنا ما فيها أخطاء إطلاقا ولا. يعني نايف حجاج وزير الدكتور اللي هو كان وزير العدل والآن أعتقد عضو في لجنة الجنسية، يعني أشرس منه ما كان فيه على المنبر، منبر الخطابة، لكن لما دخل وزارة العدل ووزارة الأوقاف قرب تغيرت وجهة النظر عنده. فلعل داخل تشوفون أنتم شيء إحنا ما نشوفه. لا هو الشيء اشرحوا لنا يا قولوا لنا الدكتور نايف ليه؟ أكيد طبيعي إذا مسك المنصب الوزاري يختلف خطابه عن لما تكون على المنبر أو شيء. يعني أي واحد بأنور ما تشوف بعض الأعضاء يدش، يعني الحين مثلا النائب خالد الشطي خطابه الآن وأسلوبه مثل ما كان أيام انتخاباته قبلها؟ لا صراحة في فرق. شوف أنت شو تعدل الحين، خلى قضايا البلد يطالب شجرة يطالب شجرة كريسمس مظاهر سلبية. أعزائي المشاهدين باسمي أسيبكم أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد الله شريش مدير مركز تعزيز الوسطية، الدكتور خضر البارون استاذ علم النفس في جامعه الكويت، والاستاذ احمد ذعار المحامي على قبولهم الدعوه وتشريفهم لنا في تلفزيون الشاهد وموافقتهم الظهور في برنامج وسع صدرك. فما الله.